مثل أعمال الرسل. أعمال واحد. الكلام الأولاني بنيته يسوع فيلس من كل اللي ابتدى يسوع يعمله ويعلم بيه لحد اليوم اللي اترفع فيه بعد ما وصى بالروح القدس الرسل اللي اختارهم اللي وريهم كمان نفسه عايش بأدلة كتيرة بعد ما اتألم وهو بيبان لهم 40 يوم ويتكلم عن المواضيع اللي تخص مملكة الله. وهو متجمع معاهم وصاهم ما تمشوش من أورشليم لكن استنوا معاد الآب اللي سمعتوه مني، لأن يوحنا عمد بالمية وأمنتوا فهتتعمدوا بالروح القدس مش بعد الأيام دي بكتير. أما هما اللي متجمعين فسألوه وقالوا يا رب في الوقت ده هترد الملك لإسرائيل؟ فقال لهم ملكوش تعرفوا الأزمنة والأوقات اللي خلاها الآب في السلطان بتاعه، لكنكم هتاخدوا قوة لما يحل الروح القدس عليكم وهتبقوا شهود ليا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والآخر الأرض. ولما قال ده اترفع وهم بيشوفوا وخدته سحابة عن عينيهم. وهم كانوا بيبحلقوا للسماء وهو طالع كان في رجلين وقفوا جنبهم بلبس أبيض وقالوا يا رجال يا جليليين مالكوا واقفين بتبصوا للسماء؟ يسوع ده اللي اترفع عنكم للسماء هيجي بالشكل ده زي ما شفتوه طالع للسماء. وقتها رجعوا لأورشليم من الجبل اللي بيتسمى جبل الزيتون اللي قريب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا طلعوا للأوضة العالية اللي كانوا قاعدين فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرسلماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. دول كلهم كانوا بيواظبوا بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع الستات ومريم أم يسوع ومع أخواته. وفي الأيام دي قام بطرس في وسط التلاميذ وكانت أسامي كتيرة مع بعض حوالي 120 فقال يا رجالة يا إخوة كان مفروض يكمل المكتوب ده اللي سبق روح القدس فقاله على بق داود عن يهوذا اللي بقى مرشد للي قبضوا على يسوع لما كان معدود بينا وبقاله نصيب في الخدمة دي، لأن اللي اشترى غيط من أغرة الظلم ولما وقع على وشه اتشق من الوسط فتكبت مصارينه كلها. وبعد معروف عند كل سكان أورشليم لحد ما تسمى الغيط ده في لغتهم حقل دم يعني غيط دم، لأنه مكتوب في كتاب المزامير تبقى داره خراب وما يبقاش فيها ساكن وياخد وظيفته غيره. فلازم ان الرجال اللي اتجمعوا معانا كل الوقت اللي دخل فيه لينا الرب يسوع وخرج من وقت معمودية يوحنا لليوم اللي اترفع فيه عننا يبقى واحد منهم شاهد معانا بقيامته. فرشحوا 2 يوسف اللي بيتسمى برسابة اللي بينادوه يسطس ومتياس وصلوا وقالوا يا رب عارف قلوب الكل عين انت من الاتنين دول انهي اخترته عشان ياخد قرعة الخدمة دي والرسالة اللي يهوذا تعداها عشان يروح لمكانه. بعدين رموا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فتحسب مع 11 رسول. أعمال 2. ولما جه يوم 50 كان الكل مع بعض بنفس واحدة وبقى فجأة من السماء صوت زي ما بيبقى من هبوب ريحة عواصف وملا كل البيت مكان ما كانوا قاعدين. وظهرت لهم ألسنة مقسومة كأنها من نار وحطت على كل واحد منهم واتملك كل من روح القدس وابتدوا يتكلموا بألسنة تانية زي ما اداهم الروح ينطقوا. وكان يهود رجالة أتقية من كل بلد تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما حصل الصوت ده اتجمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان بيسمعهم بيتكلموا بلغته. فتزهل الكل واستغربوا وقالوا البعض هو مش كل اللي بيتكلموا دول جليليين يا ترى؟ امال ازاي بنسمع احنا كل واحد مننا لغته اللي اتولد فيها؟ فارتيين وماديين وعالميين واللي ساكنين بين النهرين واليهودية وكابادوكية وبنتس واسيا وفرجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبيا لناحية القيروان ورومانيين اللي مستوطنين يهود واغراب كريتيين وعرب بنسمعهم بيتكلموا باللغات بتاعتنا عن الحاجات العظيمة بتاعت الله. فتحير الكل وشكوا وقالوا البعض ايه يا ترى عبادة؟ وكان ناس تانية بيتريقوا يقولوا دول اتملوا خمرة معتبرة. فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم يا رجال يا يهود ويا اللي ساكنين في اورشليم كلكم يبقى معلوم عندكم ده واسمعوا كويس كلامي، لان دول مش سكرانين زي ما انتوا فاكرين، لان دلوقتي الساعة 3 في النهار يعني 9 الصبح، لكن ده اللي اتقال من يقيل النبي يقول الله ويحصل في الأيام الأخيرة
اني اكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ ولادكو وبناتكو ويشوف شبابكو رؤى ويحلم شيوخكو احلام، وعلى العبيد بتوعي كمان والخدمات اكب من روحي في الايام دي فيتنبأوا، وادي عجايب في السماء من فوق ومعجزات على الارض من تحت، دم ونار وبخار دخان، تتحول الشمس لظلمة والقمر لدم قبل ما يجي يوم الرب العظيم المشهور، ويبقى كل اللي ينادي باسم الرب يتنقذ. يا رجال يا اسرائيليين اسمعوا الكلام ده، يسوع النصراني راجل اتأكد لكم من عند الله بقوات وعجايب ومعجزات عملها الله على ايده في وسطكم زي ما انتوا كمان عارفين. ده اخدتوه متسلم بإرادة الله المتقدرة وعلمه السابق، وبإيدين خطية صلبتوه وقتلتوه، اللي قومه الله فهد اوجاع الموت عشان ما كانش ممكن يتمسك منه، لان داود بيقول فيه كنت بشوف الرب قدامي في كل وقت هو على يميني عشان ما تزعزعش. عشان كده قلبي انبسط ولساني فرح قوي، حتى جسمي كمان هيهدى على رجا، لانك مش هتسيب نفسي في الهوية ولا هتسيب القدوس بتاعك يشوف بوزان. عرفتني طرق الحياة وعتملاني فرح بوشك. يا رجالة يا اخوة خلوني اقول لكم على الملأ عن رئيس الابهات داود، انه مات واتدفن وقبر عندنا لحد اليوم ده، لان بما انه كان نبي وعرف ان الله حلف له يمين انه من ثمرة صلبه يطلع المسيح حسب الجسم عشان يقعد على الكرسي بتاعه، سبق فشاف وتكلم عن قيامة المسيح انه ما سبتش نفسه في الهوية ولا شاف جسمه بوظان. فيسوع ده قومه الله واحنا كلنا شهود على كده. ولما اترفع بيمين الله وخد معاد الروح القدس من الاب، كب ده اللي انتوا دلوقتي بتشوفوه وبتسمعوه، لان داود ما طلعش للسماء وهو نفسه بيقول قال الرب للرب بتاعي اقعد على يميني لحد ما حط اعدائك مكان ما بتحط رجليك. خلي كل بيت اسرائيل يعرف ويتأكد ان الله خلى يسوع ده اللي صلبتوه انتوا رب ومسيح. فلما سمعوا اتنغزوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولكل الرسل نعمل ايه يا اخوة يا رجالة؟ فقال لهم بطرس توبوا وخلوا كل واحد منكم يتعمد على اسم يسوع المسيح عشان غفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لان المعاد هو ليكم ولولادكم ولكل اللي بعاد، كل اللي يناديهم الرب الهنا. وبكلام تاني كتير كان بيشهد لهم ويوعظهم ويقول اتنقذوا من الجيل الملوي ده، فقبلوا كلامه بفرح وتعمدوا، وانضم في اليوم ده حوالي 3000 نفس، وكانوا بيواظبوا على تعليم الرسل والشركة وكسر العيش والصلوات، وبقى خوف في كل نفس، وكانت عجائب ومعجزات كتيرة بتحصل على ايدين الرسل، وكل اللي امنوا كانوا مع بعض وكانت عندهم كل حاجة مشتركة، والاملاك والحاجات بتاعتهم كانوا بيبيعوها ويقسموها بين الكل زي ما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم بيواظبوا على الهيكل بنفس واحدة، وهم بيكسروا العيش في البيوت كانوا بياكلوا فرح كبير وبساطة قلب، وهم بيسبحوا الله وليهم نعمة عند كل الشعب، وكان الرب كل يوم بيضم للكنيسة اللي بيتنقذوا. أعمال 3. وطلع بطرس ويوحنا مع بعض الهيكل في ساعة الصلاة 9 يعني 3 بعد الظهر، وكان في راجل أعرج من بطن أمه بيتشال، كانوا بيحطوه كل يوم عند باب الهيكل اللي بيتقاله الجميل عشان يطلب حسنة من اللي يدخلوا الهيكل. فده لما شاف بطرس ويوحنا ناويين يدخلوا الهيكل طلب عشان ياخد حسنة، فبص فيه جامد بطرس مع يوحنا وقال بص لنا، فحط عينه عليهم مستني ياخد منهم حاجة. فقال بطرس ما عنديش فضة ولا ذهب، ولكن اللي عندي أدهولك، باسم يسوع المسيح النصراني قوم وامشي. ومسكه بإيده اليمين وقوامه، ففي الحال شدت رجليه وكعبه، فنط ووقف وبقى يمشي ودخل معاهم للهيكل وهو بيمشي وينط ويسبح الله، وشافوا كل الشعب وهو بيمشي ويسبح الله، وعرفوه انه هو اللي كان بيقعد عشان خطر الحسنة على باب الهيكل الجميل، فاتملوا دهشة وحيرة من اللي حصل له. ولما كان الراجل الاعرج اللي اتشفى متمسك ببطرس ويوحنا جال لهم كل الشعب للصالة اللي بيتقالها صالة سليمان وهم من دشين. فلما شاف بطرس كده جاوب الشعب يا رجالة يا اسرائيليين مالكوا بتستغربوا من ده؟ وليه بتبحلقوا لنا كأننا بقوتنا ولا خوفنا لله خلينا ده يمشي؟ ده اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، اله ابهاتنا، ادى المجد للصبي بتاعه يسوع اللي سلمتوه انتوا نكرتوه قدام وش بيلاطس وهو حاكم بتحريره،
ولكن انتوا نكرتوا القدوس البار وطلبتوا يتوهب لكم راجل قاتل ورئيس الحياة قتلتوه اللي قوموا الله من الاموات، واحنا شهود على كده. وبالايمان باسمه شدد اسمه ده اللي بتشوفوه وتعرفوه، والايمان اللي بيه اداله الصحة دي قدامكم كلكم. ودلوقتي يا اخوة انا عارف انكم بجهل عملتوا زي الرؤسة بتوعكم كمان. واما الله فاللي سبق وبلغ بيه على لسان كل الانبياء بتوعه ان المسيح يتألم كملوا بالشكل ده. فتوبوا وارجعوا عشان تتمحي خطاياكم، عشان تيجي اوقات الفرج من وش الرب ويبعت يسوع المسيح اللي ببشر بيه ليكوا قبل كده، اللي لازم السماء تقبله لحد اوقات رد كل حاجة اللي اتكلم عنها الله على بق كل الانبياء القديسين بتوعه من زمان. لان موسى قال للابهات ان نبي زيي هيقوموا ليكوا الرب الهكم من اخواتكم ليه تسمعوا في كل اللي يكلمكم بيه. ويبقى ان كل نفس ما تسمعش للنبي ده تباب من الشعب. وكل الانبياء برضو من صمويل فما بعده كل اللي اتكلموا سبقوا بلغوا بالايام دي. انتوا ولاد الانبياء والعهد اللي عاهد بيه الله ابهاتنا وقال لابراهيم وبالخلفة بتاعتك تبارك كل قبائل الارض. ليكوا الاول لما قوم الله الصبي بتاعه يسوع بعته يبارككوا برد كل واحد منكوا عن شروره. اعمال 4. وهم بيكلموا الشعب جه عليهم الكهنة وقائد جنود الهيكل والصدقيين منزعجين من تعليمهم للشعب ونداهم في يسوع بالقيامة من وسط الميتين. فرموا عليهم الايدين وحطوهم في حبس لتاني يوم لان الليل كان جه. وكتير من اللي سمعوا الكلمة امنوا وبقى عدد الرجالة حوالي 5000. وحصل تاني يوم ان الرؤساء والشيوخ والكتبة بتوعهم اتجمعوا لأورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والاسكندر وكل اللي كانوا من عشيرة الرؤساء بتوع الكهنة. ولما قوموهم في الوسط قعدوا يسألوهم بانهي قوة وبانهي اسم عملتوا انتوا ده. وقتها اتملى بطرس من روح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، لو كنا بنستجوب النهاردة عن احسان لانسان مريض بايه اتشفى ده؟ فخليه معلوم عند كلكم وكل شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح النصراني اللي صلبتوه انتو اللي قوموا الله من وسط الميتين بده وقف ده قدامكم سليم. ده هو الحجر اللي احتقرتوه يا بنيين اللي بقى راس الزاوية، ومش بحد غيره الانقاذ، لان مفيش اسم تاني تحت السماء اتعاطى بين الناس بيه مفروض نتنقذ. فلما شافوا كلام بطرس ويوحنا على الملا ولقوا انهم انسانين ما عندهمش علم وعميين استعجبوا، فعرفوهم انهم كانوا مع يسوع. ولكن لما شافوا الانسان اللي اتشافه واقف معاهم ما كانش عندهم حاجة يعرضوا بيها، فامروهم يخرجوا لبرا المجمع وتأمروا بينهم وبين بعض وقالوا نعمل ايه بالراجلين دول، لانه باين لكل سكان اورشليم ان معجزة معروفة حصلت على ايديهم وما نقدرش ننكر. ولكن عشان ما تنتشرش اكتر في الشعب نهددهم جامد انهم ما يكلموش حد من الناس بعد كده بالاسم ده. فنادوهم ووصوهم ما ينطقوش ابدا وما يعلموش باسم يسوع. فجاوبهم بطرس ويوحنا وقالوا لو كان حق قدام الله نسمع لكم اكتر من الله فاحكموا، لاننا احنا مش ممكن ما نتكلمش باللي شفناه وسمعناه. وبعد ما هددوهم تاني سيبوهم عشان ما لقوش ابدا ازاي يعاقبوهم بسبب الشعب، لان الكل كانوا بيدوا الله مجد على اللي حصل، لان الانسان اللي حصلت فيه معجزة الشفا دي كان له اكتر من 40 سنة. ولما تسابوا جمل زمايلهم وبلغوهم بكل اللي قاله لهم الرؤساء بتوع الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوت لله وقالوا يا سيد انت هو الاله اللي عامل السماء والارض والبحر وكل اللي فيها، اللي قال على بق داود الصبي بتاعك ليه اتجمعت البلاد وفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض وتجمع الرؤساء مع بعض على الرب وعلى مسيحه، لانه حقيقي اتجمع على الصبي القدوس بتاعك اللي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع شعوب تانية وشعوب اسرائيل عشان يعملوا كل اللي سبقت فحددته ايدك ومشورتك انه يحصل. ودلوقتي يا رب بص لتهديداتهم وادي عبيدك يتكلموا بكلامك على كل الملا بمد ايدك للشفاء، وتحصل معجزات وعجائب
باسم الصبي القدوس بتاعك يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان اللي كانوا متجمعين فيه واتملك كل من روح القدس، وكانوا بيتكلموا بكلام الله على الملا، وكان لجمهور اللي امنوا قلب واحد ونفس واحدة، وما كانش حد بيقول ان حاجة من اللي ليه بتاعته، لكن كان عندهم كل حاجة مشتركة. وبقوة عظيمة كان الرسل بيدوا شهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت عليهم كلهم، عشان ما كانش فيهم حد محتاج، لان كل اللي كانوا اصحاب غيطان ولا بيوت كانوا بيبعوها وييجوا بتمن اللي اتباع ويحطوه عند رجلين الرسل، فكان بيتوزع على كل واحد زي ما يكون عنده احتياج. ويوسف اللي اتسمى من الرسل برنابا اللي بيترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، عشان كان عنده غيط باعه وجيب الدراهم وحطها عند رجلين الرسل. اعمال 5. وراجل اسمه حنانيا ومراته سفيرة باع ملك واختلف من التمن، ومراته عندها خبر كده، وجه بجزء وحطه عند رجلين الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، ليه مال الشيطان قلبك عشان تكذب على روح القدس وتختلس من تمن الغيط؟ مش هو قاعد كان عايد لك؟ ولما باع مش كان في سلطانك؟ امال مالك حطيت في قلبك الموضوع ده؟ انت ما كذبتش على الناس لكن على الله. فلما سمع حنانيا الكلام ده وقع وميت، وبقى خوف عظيم على كل اللي سمعوا بده. فقام الشبان ولفوه وشالوه بره ودفنوه. بعدين حصل بعد مدة حوالي 3 ساعات ان مراته دخلت وما عندهاش خبر اللي حصل. فجاوبها بطرس: قوليلي، بالمبلغ ده بعته الغيط؟ فقالت: ايوه بالمبلغ ده. فقال لها بطرس: مالكوا اتفقتوا على تجربة روح الرب؟ اهي رجلين اللي دفنوا جوزك على الباب وحيشلوكي بره. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشبان ولقوها ميتة، فشلوها بره ودفنوها جنب جوزها. فبقى خوف عظيم على كل الكنيسة وعلى كل اللي سمعوا بكده. وحصلت على ايدين الرسل معجزات وعجائب كتيرة في الشعب، وكانت كل بنفس واحدة في صالة سليمان. واما التانيين اللي من بره فما كانش حد منهم يستجري يلزق فيهم، لكن كان الشعب بيعظمهم، وكان مؤمنين بينضموا لرب اكتر، جماهير من رجالة وستات، لدرجة انهم كانوا بيشيلوا العينين بره في الشوارع ويحطوهم على فرش وسراير لحد ما يجي بطرس يخيم ولو ضلوا على حد منهم. واتجمع جمهور المدن اللي حواليهم لأورشليم شايلين عيانين وناس متعذبة من أرواح نكسة، وكانوا بيتشافوا كلهم. فقام رئيس الكهنة وكل اللي معاه اللي هم حزب الصدقيين واتملوا غيرة، فرموا ايديهم على الرسل وحطوهم في السجن العمومي. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وخرجهم وقال: روحوا اقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بكل كلام الحياة دي. فلما سمعوا دخلوا الهيكل الصبح تقريبا وقعدوا يعلموا. بعدين جه رئيس الكهنة واللي معاه وندهوا المجمع وكل مشيخة ولاد اسرائيل، فبعتوا للسجن عشان يجيبوهم. ولكن الخدم لما جم ما لقاهمش في السجن، فرجعوا بلغوا وقالوا: احنا لقينا السجن مقفول بكل حرص، والحراس واقفين برا قدام الابواب، ولكن لما فتحنا ما لقيناش حد جوه. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء بتوع الكهنة الكلام ده، شكوا من ناحيتهم: ايه يا ترى يبقى ده؟ بعدين جه واحد وبلغهم وقال: اهم الرجال اللي حطتوهم في السجن، اهم في الهيكل واقفين بيعلموا الشعب. وقتها راح قائد الجند مع الخدم فجابوهم، مش بعنف لانهم كانوا خايفين من الشعب لحسن يترجموا. فلما جابوهم وقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة وقال: مش وصناكوا جامد ما تعلموش بالاسم ده؟ وادي انتوا مليتوا اورشليم بالتعليم بتاعكو وعايزين تجيبوا علينا دم الانسان ده. فجاوب بطرس الرسل وقالوا: مفروض يتسمع كلام الله اكتر من الناس. اله ابهاتنا قوم يسوع اللي انتوا قتلتوه معلقينه على خشبه، ده رفع الله بيمينه رئيس ومنقذ عشان يدي اسرائيل التوبه وغفران الخطايا، واحنا شهود له بالمواضيع دي، والروح القدس كمان اللي اداها الله للي بيسمعوا كلامه. فلما سمعوا اتغاظوا وقعدوا يتشاوروا يقتلوهم. فقام في المجمع راجل فريسي اسمه غملائيل، معلم للشريعة متكرم عند كل الشعب، وامر يتخرجوا الرسل شوية. بعدين قال لهم: يا رجالة يا اسرائيليين، حسبوا على نفسكم من ناحية الناس دول في اللي انتوا ناويين تعملوه، لانه قبل الايام دي قام سوداس وقال عن نفسه انه حاجة، اللي لزق فيه كم راجل حوالي 400 اللي اتقتل، وكل اللي تشدوله اتبعتروا وبقوا ولا حاجة. بعد كده قام يهوذا الجليلي في ايام التعداد وتوه وراه شعب كتير قوي، فده برضو ضاع، وكل اللي اتجروا له اتشتتوا. ودلوقتي بقول لكم
ابعدوا عن الناس دي وسيبوهم، لان لو كان الرأي ده او العمل ده من الناس فهيتهد، ولو كان من الله فما تقدروش تهدوه، لحسن تبقوا بتحاربوا الله كمان. فتشدوا رأيه ونادوا الرسل وجلدوهم ووصوهم ما يتكلموش باسم يسوع، بعدين سابوهم. واما هما فراحوا فرحانين من قدام المجمع لانهم اتحسبوا مستهلين يتهانوا عشان خاطر اسمه، وكانوا عمالين كل يوم في الهيكل وفي البيوت يعلموا ويبشروا بيسوع المسيح. اعمال 6. وفي الايام دي لما كتروا التلاميذ حصلت نمرضة من اليونانيين على العبرانيين ان الارامل بتاعتهم كانوا بيتنسوا في خدمة كل يوم. فنده الاتناشر جمهور التلاميذ وقالوا ما يرضيش ان احنا نسيب كلمة الله ونخدم ترابيزات، فاختاروا يا اخوة 7 رجالة منكم مشهود ليهم ومليانين من روح القدس وحكمة، فنساعدهم على الاحتياج ده، واما احنا فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فبان الكلام ده كويس قدام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجل مليان من الايمان والروح القدس، وفيلوبوس وبروخوس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيكولاوس اللي دخل من انطاكيا، اللي وقفوهم قدام الرسل فصلوا وحطوا عليهم الايدين. وكانت كلمة الله بتكبر وعدد التلاميذ بيكتر قوي في اورشليم، وجمهور كتير من الكهنة بيسمعوا كلام الايمان. واما استفانوس فلما كان مليان ايمان وقوة كان بيعمل عجائب ومعجزات عظيمة في الشعب. فقام ناس من المجمع اللي بيتقالوا مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والاسكندريين ومن المنكليكية واسيا يناقشوا استفانوس، وما قدروش يقفوا ضد الحكمة والروح اللي كان بيتكلم بيه. ساعتها دسوا الرجالة يقولوا احنا سمعناه بيتكلم كلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة. فقاموا خطفوه وجم بيه للمجمع، وقفوا شهود كذابين يقولوا الراجل ده ما بيبطلش يتكلم كلام تجديف ضد المكان المقدس ده والشريعة، لاننا سمعناه بيقول ان يسوع النصراني ده هيهد المكان ده ويغير العادات اللي سلمها لنا موسى. فبصلوا جامد كل اللي قاعدين في المجمع وشافوا وشه كأنه وش ملاك. اعمال 7. فقال رئيس الكهنة انت شايف المواضيع دي هي كده؟ فقال يا رجالة يا اخوة يا ابهات اسمعوا، ظهر اله المجد لابونا ابراهيم وهو في البلاد اللي بين النهرين قبل ما يسكن في حران، وقال له اخرج من ارضك ومن العشيرة بتاعتك ويلا على الارض اللي حواريها لك. فخرج وقتها من ارض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقلوا بعد ما مات ابوه للارض دي اللي انتوا دلوقتي ساكنين فيها، وما ادهوش فيها ورث ولا حطت رجل، ولكن وعد انه يديها ملك له وللخلفة بتاعته من بعده، وما كانش لسه عنده ولد. وتكلم الله بالشكل ده ان الخلفة بتاعته هتبقى متغربة في ارض غريبة فيستعبدوهم ويسيئوا ليهم 400 سنة، والبلد اللي يبقوا عبيد ليها هحكم عليها انا يقول الله، وبعد كده هيخرجوا ويعبدوني في المكان ده. واداه عهد الطهور، وبالشكل ده خلف اسحاق وطهره في اليوم الثامن، واسحاق خلف يعقوب، ويعقوب خلف رؤساء الاباء الاتناشر، ورؤساء الاباء حسدوا يوسف وبعوه لمصر وكان الله معاه، وانقذوا من كل الدئاب بتاعته واداه نعمة وحكمة قدام فرعون ملك مصر، فعينه مدبر على مصر وعلى كل بيته. بعدين جه جوع على كل ارض مصر وكنعان ودي عظيم، فكان ابهاتنا مش لاقين اكل، ولما سمع يعقوب ان في مصر قمح بعت ابهاتنا اول مرة، وفي المرة التانية اتعرف يوسف لاخواته وتعرفت عشيرة يوسف لفرعون. فبعت يوسف ونادى على ابوه يعقوب وكل العشيرة بتاعته 75 نفس، فنزل يعقوب لمصر ومات هو وابهاتنا، واتنقلوا لشكيم واتحطوا في القبر اللي اشتراه ابراهيم بتمن فضة من ولاد حمور ابو شكيم. وزي ما كان بيقرب وقت الميعاد اللي حلف الله عليه لابراهيم كان بيكبر الشعب ويكتر في مصر، لحد ما قام ملك تاني ما كانش يعرف يوسف، فعمل ده مؤامرة على الجنس بتاعنا واساء لابهاتنا لحد ما خلوا اطفالهم يترموا عشان ما يعيشوش. وفي الوقت ده اتولد موسى وكان جميل قوي، فتربى ده 3 اشهر في بيت ابوه، ولما اترمى خدته بنت فرعون وربته لنفسها ابن. فتأدب موسى بكل حكمة المصريين وكان قدير في الكلام والاعمال، ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله يزور اخواته ولاد اسرائيل، ولما شاف واحد مظلوم حامى عنه
وناصر المغلوب لما قتل المصري، فافتكر ان اخواته هيفهموا ان الله على ايده هيديهم نجاة، واما هما فما فهموش. وفي اليوم التاني ظهر لهم وهما بيتخصموا، فحاول يجيبهم للصلح وقال يا رجالة انتوا اخوات ليه تظلموا بعض؟ فاللي كان بيظلم قريبه زقه وقال مين عينك رئيس وقاضي علينا؟ عايز تقتلني زي ما قتلت امبارح المصري؟ فهرب موسى بسبب الكلمة دي في ارض مديان مكان ما ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في صحر الجبل سينا في لهيب نار عليقة. فلما شاف موسى ده تعجب من المنظر، وفين وهو طالع قدام عشان يتفرج، وجاله صوت الرب انا اله ابهاتك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فترعب موسى ومجرأش يتفرج، فقال له الرب اخلع نعل رجليك لان المكان اللي انت واقف عليه ارض مقدسة. انا شفت معاناة الشعب بتاعي اللي في مصر وسمعت صوت وجعهم ونزلت عشان انقذهم، فيلا دلوقتي ابعتك لمصر. ده موسى اللي انكروه وقالوا مين قومك رئيس وقاضي؟ ده بعت الله رئيس وفادي بايد الملاك اللي ظهر له في العليقة. ده خرجهم وهو بيعمل عجائب ومعجزات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي الصحراء 40 سنة. هو ده موسى اللي قال لولاد اسرائيل نبي زيي هيعين لكم الرب الهكم من اخواتكم ليه تسمعوا. ده هو اللي كان في الكنيسة في الصحراء مع الملاك اللي كان بيكلمه جبل سينا ومع ابهاتنا، اللي قبل كلام عايش عشان يدهلنا، اللي محبش ابهاتنا يبقوا سمعين كلامه لكن رفضوه ورجعوا بقلوبهم لمصر، وقالوا الهارون اعمل لنا الهة تطلع قدامنا لان موسى ده اللي خرجنا من ارض مصر ما نعرفش ايه اللي صابه. فعملوا عجل في الايام دي وطلعوا ذبيحة للصنم وفرحوا بعمايل ايديهم. فرجع الله وسلمهم عشان يعبدوا جنود السماء زي ما هو مكتوب في كتاب الانبياء. هو انتوا قدمتولي ذبايح وعربين 40 سنة في الصحراء يا بيت اسرائيل؟ ولا شلتوا خيمة مولوك ونجم الهكم رمفان التماثيل اللي عملتوها عشان تسجدوا لها؟ عشان كده هنقلكوا للي ورا بابل. واما خيمة الشهادة فكانت مع ابهاتنا في الصحراء زي ما امر اللي كلم موسى انه يعملها على حسب المثال اللي كان شافه. اللي دخلها كمان ابهاتنا لما بقوا خلف عليها مع يشوع في ملك الشعوب التانية اللي طردهم الله من وش ابهاتنا لحد ايام داود. اللي لقى نعمة قدام الله وطلب يلقي بيت لإله يعقوب، ولكن سليمان بناله بيت. لكن العالي ما بيسكنش في هياكل من عمل الايدين زي ما بيقول النبي السماء كرسي ليا والارض مكان ما بحط رجليا، انهي بيت هتبنولي بيقول الرب وانهي مكان الراحة بتاعتي؟ مش ايدي عملت الحاجات دي كلها؟ يلي رقبتكو اسيا واللي مش متطهرين في القلوب والودان، انتوا دايما تقفوا ضد الروح القدس زي ما كان ابهاتكو بالشكل ده. انتوا انهي الانبياء ما اضطهدوش ابهاتكو وهم قتلوا اللي سبقوا فبلغوا بمجيء الصالح اللي انتوا دلوقتي بقيتوا اللي سلموه وقتلوه، اللي اخدتوا الشريعة بترتيب ملايكة وما حافظتوش عليها؟ فلما سمعوا ده اتغاظوا في قلوبهم وجزوا بسنانهم عليه. واما هو فبص جامد للسماء وهو مليان من روحه القدس فشاف مجد الله ويسوع واقف على يمين الله، فقال اديني بشوف السماء مفتوحة وابن الانسان واقف على يمين الله. فصرخوا بصوت عظيم وسدوا دانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وخرجوا برا المدينة ورجموه، والشهود خلعوا هدومهم عند رجلين شاب بيتقلوا شاول. فكانوا بيرجموا استفانوس وهو بينادي ويقول يا رب يسوع اقبل روحي. بعدين ركع على ركبه وصرخ بصوت عظيم يا رب ما تحسبش عليهم الخطية دي، ولما قال ده رأت. اعمال 8. وكان شاول راضي بقتله، وحصل في اليوم ده اضطهاد عظيم على الكنيسة اللي في اورشليم، فتشتت الكل في نواحي اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. وشال رجالة اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. واما شاول فكان بيهاجم الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالة وستات ويسلمهم للسجن. فاللي تشتتوا اتمشوا يبشروا بالكلمة. فنزل فيلبس لمدينة من السامرة وكان بيبشر لهم بالمسيح. وكان الشعب بيسمع جامد بنفس واحدة للي بيقوله فيلبس لما يسمعوا ويشوفوا المعجزات اللي عملها. لان الناس كتير من اللي فيهم ارواح نكسة
كانت بتخرج تصرخ بصوت عظيم، وكتير من المشلولين والعرج اتشافوا. فكان في فرح عظيم في المدينة دي. وكان قبل كده في المدينة راجل اسمه سيمون بيستعمل السحر ويده الشعب السامرة ويقول انها حاجة عظيمة، وكان الكل ماشيين وراه من الصغير للكبير ويقولوا ده هو قوة الله العظيمة. وكانوا ماشيين وراه عشان كانوا اندهشوا فترة طويلة بالسحر بتاعه. ولكن لما صدقوا في لوبوس وهو بيبشر بالمواضيع اللي تخص مملكة الله وباسم يسوع المسيح اتعمدوا رجالة وستات. وسيمون كمان نفسه آمن، ولما اتعمد كان بيمشي مع فيلبس، ولما شاف معجزات وقوات عظيمة بتحصل اندهش. ولما سمع الرسل اللي في اورشليم ان السامرة قبلت كلمة الله بعتلهم بطرس ويوحنا، اللي لما نزلوا صلوا عشانهم عشان يقبلوا الروح القدس، لانه ما كانش لسه هبط على حد منهم، الا انهم كانوا متعمدين باسم الرب يسوع. وقتها حطوا الايدين عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما شاف سيمون انه بحط ايدين الرسل بيتعطي الروح القدس قدم لهم دراهم وقال ادوني انا كمان السلطان ده عشان اي حد احط عليه ايدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس خلي فضيتك معاك عشان الضياع، لانك افتكرت انك تملك موهبة الله بدراهم، ملكش نصيب ولا قرعة في الموضوع ده لان قلبك مش دغري قدام الله. فتوب من شرك ده واطلب من الله يمكن يتغفر لك تفكير قلبك، لاني شايفك في مرارة المر وقيود الظلم. فجاوب سيمون وقال اطلبوا انتوا للرب عشان خطري عشان ما يجيش عليا حاجة من اللي قلتوها. ثم انهم بعد ما شاهدوا واتكلموا بكلمة الرب رجعوا لأورشليم وبشروا قرى كتيرة بتاعت السامريين. بعدين ملاك الرب كلم في لوبوس وقال قوم وروح ناحية الجنوب على الطريق اللي نازل من أورشليم لغزة اللي هو صحراء. فقام وراح، وفينه راجل حبشي مخصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على كل الخزائن بتاعتها. فده كان جه لأورشليم عشان يسجد، وكان راجع وقاعد على المركبة بتاعته وهو بيقرأ النبي أشعياء. فقال الروح لفيلبس اطلع قدام مع المركبة دي. فسبق ناحيته فيلبس وسمعه بيقرأ النبي أشعياء، فقال يا ترى فاهم اللي انت بتقراه؟ فقال ازاي اقدر لو محدش ارشدني، وطلب من فيلبس يطلع ويقعد معاه. واما فصل الكتاب اللي كان بيقراه فكان ده زي خروف الجر عشان يتذبح، وزي حمل قدام اللي بيجزه بالشكل ده ما فتحش بقه. في التواضع بتاعه تشد العدل منه، والخلفة بتاعته مين يحكي عنها عشان حياته هتتشد من الارض. فجاوب المخصي فيلبس وقال اسألك عن مين بيقول النبي ده، عن نفسه ولا عن واحد غيره؟ ففتح فيلبس بقه وابتدى من الكتاب ده فبشره بيسوع. وفين وهم ماشيين في الطريق جم على مية، فقال المخصي اهيه مية، ايه اللي يمنع ان يتعمد؟ فقال فيلبس لو كنت بتآمن من كل قلبك يجوز. فجاوب وقال انا آمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. فامر تقف المركبة، فنزلوا هما الاتنين فيلبس والمخصي فعمدوا. ولما طلعوا من المية خطف روح الرب فيلبس، فما شافوش المخصي تاني وراح في طريقه فرحان. واما فيلبس فتلقى في اشدود، وهو معدي كان بيبشر كل المدن لحد ما جه القيصرية. اعمال 9. اما شاول فكان لسه عمال ينفخ تهديد وقتل على تلاميذ الرب، فطلع لرئيس الكهنة وطلب منه رسائل لدمشق للجماعات عشان لو لقى ناس من الطريق رجالة وستات يجروهم متربطين لأورشليم. وهو رايح حصل انه قرب لدمشق، ففجأة حصل برق حواليه نور من السماء، فوقع على الارض وسمع صوت بيقول له شاول شاول ليه بتضطهدني؟ فقال مين انت يا سيد؟ فقال الرب انا يسوع اللي انت بتضطهده، صعب عليك ترفس اللي بينغص. فقاله هو مرعوب وحيران يا رب عايزني اعمل ايه؟ فقال له الرب قوم وادخل المدينة فيتقلك مفروض تعمل ايه. واما الرجال اللي مسافرين معاه فوقفوا ساكتين يسمعوا الصوت وما يشوفوش حد. فقام شاول عن الارض وكان هو عينيه مفتحة مش شايف حد، فخدوه من ايده ودخلوه دمشق. وكان 3 ايام ما بيشوفش فما كلش وما شربش. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا. فقال اهو انا يا رب. فقال له الرب قوم وروح للزقاق اللي بيتقالوا المستقيم، واطلب في بيت يهوذا راجل ترسوسي اسمه شاول لانه اهو بيصلي. وشاف رؤيا راجل اسمه حنانيا داخل وحاطت ايده عليه عشان يشوف. فجاوب حنانيا
يا رب سمعت من ناس كتير عن الراجل ده، قد ايه شرور عمل في القديسين بتوعك في اورشليم، وهنا عنده سلطان من عند الرؤساء بتوع الكهنه يحط في الايود كل اللي بينادوا باسمك. فقال له الرب روح، لان ده ليا اناء اخترته عشان يشيل اسمي قدام شعوب تانية وملوك ولاد اسرائيل، لاني حواري قد ايه مفروض يتألم عشان خاطر اسمي. فراح حنانيا ودخل البيت وحط عليه ايديه وقال يا اخ شاول، بعتني رب يسوع اللي ظهر لك في الطريق اللي جيت فيه عشان تشوفه تتملي من روح القدس. ففي الحال وقع من عينيه حاجة زي قشور، فشاف في الحال وقام متعمد واخد اكل فتشد، وكان شاول مع التلاميذ اللي في دمشق ايام، وفي الحال بقى يبشر في المجامع بالمسيح ان ده هو ابن الله. فتزعل كل اللي كانوا بيسمعوا وقالوا مش هو ده اللي ضيع في اورشليم اللي بينادوا بالاسم ده وجيه هنا عشان كده عشان يجروهم متربطين للرؤساء بتوع الكهنة. واما شاول فكان بيزيد قوة ويحير اليهود اللي ساكنين في دمشق وهو بيثبت ان ده هو المسيح. ولما كملت ايام كتيرة اتشاور اليهود عشان يقتلوه، فعرف شاور بالمؤامرة بتاعتهم وكانوا بيراقبوا الابواب كمان نهار وليل عشان يقتلوه. فاخدوا التلاميذ بالليل ونزلوه من السور وهم منزلينه في سلة. ولما جه شاول اورشليم حاول يلزق في التلاميذ وكان الكل بيخافوا منه مش مصدقين انه تلميذ. فخدوا برنابا وجابوا للرسل وكلمهم ازاي شاف الرب في الطريق وانه كلمه وازاي يتكلم على الملا في دمشق باسم يسوع. فكان معاهم يدخل ويخرج في اورشليم ويتكلم على الملا باسم الرب يسوع، وكان بيتكلم ويناقش اليونانيين فحاولوا يقتلوه. فلما عرف الاخوة نزلوه القيصرية وبعتوه لطرسوس. واما كنايس في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان عندها سلام وكانت بتبني وتمشي في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت عمالة تكتر. وحصل ان بطرس وهو معدي على الكل نزل كمان للديسين اللي ساكنين في لدة، فلقى هناك انسان اسمه اينياس راقد على سرير من 8 سنين وكان مشلول. فقال له بطرس يا اينياس يشفيك يسوع المسيح، قوم وافرش لنفسك. فقام في الحال وشافوا كل اللي ساكنين في لدة وسارون اللي رجعوا للرب. وكان في يافة تلميذة اسمها طبيصة اللي ترجمته غزالة، دي كانت مليانة اعمال صالحة وحسنات كانت بتعملها. وحصل في الايام دي انها عيت وماتت، فغسلوها وحطوها في اوضة عالية. ولما كانت لدة قريبة من يافة وسمع التلاميذ ان بطرس فيها، بعتوا رجلين يطلبوا منه ما يتأخرش عن انه يعدلهم. فقام بطرس وجيه معاهم، فلما وصل طلعوا بيه للاوضة العالية، فوقفت عنده كل الارامل يعيطوا ويوروا قمصان وهدوم من اللي كانت بتعملهم غزالة وهي معاهم. فخرج بطرس الكل بقرأ وركع على ركبه وصلى، بعدين اتدور للجسم وقال يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها ولما شافت بطرس قعدت، فناولها ايده وقومها، بعدين نادى القديسين والارامل وجابها عايشة. فبقى ده معروف في يافا كلها، فقام الناس كتير بالرب. وقعد ايام كتيرة في يافا عند سمعان راجل دباخ. اعمال 10. وكان في قيصرية راجل اسمه كارنيليوس قائد 100 من الكتيبة اللي تتسمى الايطالية، وهو تقي وبيخاف الله مع كل بيته، بيعمل حسنات كتيرة للشعب ويصلي لله في كل وقت. فشاف باين في رؤية حوالي الساعة 9 من النهار يعني 3 بعد الظهر ملاك من الله داخل له وبيقول له يا كارنيليوس. فلما وصله كويس ودخل الخوف قال ايه يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك طلعت تذكار قدام الله، ودلوقتي ابعت ليافا رجاله واطلب يجي سمعان اللي اللقب بتاعه بطرس. هو نازل عند سمعان راجل دباغ بيته عند البحر، هو هيقول لك مفروض تعمل ايه. فلما طلع بسرعه الملاك اللي كان بيكلم كارنيليوس نادى اتنين من الخدم بتوعه وعسكري تقي من اللي كانوا ماشيين معاه، وبلغهم بكل حاجه وبعتهم ليافا. بعدين تاني يوم وفين هم مسافرين وبيقربوا للمدينه، طلع بطرس على السطح عشان يصلي حوالي الساعة 6 يعني تقريبا الظهر. فجاع كتير وكان نفسه ياكل، وفين وهم بيجهزوا له وقعت عليه غيبة. فشاف السماء مفتوحة وإناء نازل عليه زي ملاية عظيمة مربوطة بأربع أطراف ونازل على الأرض، وكان فيها كل اللي بيدب على الأرض والوحوش والزواحف وطيور السماء. وجاله صوت قوم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس لا يا رب، لأني عمر ما كلت حاجة مش طاهرة ولا نكسة. فجاله كمان صوت مرة تانية اللي طهره الله ما تنجسهوش انت، وكان ده على 3 مرات، بعدين اترفع الاناء تاني للسماء.
ولما كان بطرس بيشك في نفسه ايه يا ترى تبقى الرؤية اللي شافها؟ فينوا الرجالة اللي بعتوا من عند كرنيليوس وكانوا سألوا عن بيت سمعان؟ وقفوا على الباب وقعدوا يستفسروا، هو سمعان اللقب بتاعه بطرس نازل هناك؟ وفين وبطرس بيفكر في الرؤية؟ قال له روح، اهم ثلاث رجالة بيسألوا عليك، لكن قوم وانزل وروح معاهم وانت مش شاكك في حاجة عشان انا بعتهم. فنزل بطرس للرجالة اللي بعتوله من عند كرنيليوس وقال اهو انا اللي بتسألوا عليه، ايه هو السبب اللي جيتوا عشانه؟ فقالوا ان كرنيليوس قائد مية، راجل صالح وبيخاف الله ومشهود له من كل شعب اليهود، اتوحاله بملاك مقدس انه يندهلك تيجي لبيته ويسمع منك كلام. فدعاهم لجوه وضيفهم. بعدين تاني يوم خرج بطرس معاهم وناس من الاخوة اللي من يافا مشيوا معاه، وتاني يوم دخلوا قيصرية. واما كرنيليوس فكان مستنيهم وكان دعنا سايبه اصحابه القريبين. ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقع على رجليه، فقومه بطرس وقال قوم انا كمان انسان. بعدين دخل وهو بيتكلم معاه ولقى ناس كتير متجمعين، فقال لهم انتوا عارفين ازاي هو متحرم على رجل يهودي يلزق في حد اجنبي ولا يجيله، واما انا فالله وراني اني ما اقولش عن اي انسان انه مش طاهر او نجس، فعشان كده جيت من غير اعتراض لما بعتوا تجيبوني، فبستفسر منكو عشان انهي سبب بعتوا تجيبوني. فقال كرنيليوس من 4 ايام للساعة دي كنت صائم، وفي الساعة 9 يعني 3 بعد الظهر كنت بصلي ببيتي، وفين وراجل وقف قدامي بلبس لامع وقال يا كرنيليوس اتسمعت صلاتك والله خباله من حسناتك قدامه، فبعت ليافا واطلب تجيب سمعان اللي اللقب بتاعه بطرس، هو نازل في بيت سمعان راجل دباغ عند البحر، فهو لما يجي هيكلمك. فبعتلك في الحال وانت عملت كويس لما جيت، ودلوقتي احنا كلنا حاضرين قدام الله عشان نسمع كل اللي امرك بيه الله. ففتح بطرس بقه وقال بالحق انا لاقي ان الله ما بيقبلش بالوشوش، لكن في كل شعب اللي بيخافه ويعمل الصلاح مقبول عنده. الكلمة اللي بعتها لولاد اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، ده هو رب الكل. انتوا عارفين الموضوع اللي بقى في كل اليهودية بداية من الجليل بعد المعمودية اللي بشر بيها يوحنا، يسوع اللي من الناصرة ازاي مسحوا الله بالروح القدس والقوة اللي تمشى يعمل خير ويشفي كل اللي متسلط عليهم ابليس لان الله كان معاه، واحنا شهود بكل اللي عمله في بلاد اليهودية وفي اورشليم اللي كمان قتلوه معلقينه على خشبة، ده قومه الله في اليوم الثالث وادى انه يبقى باين مش لكل الشعب لكن لشهود سبق الله فاختارهم، لينا احنا اللي اكلنا وشربنا معاه بعد قيامته من بين الميتين، ووصلنا نبشر للشعب ونشهد بان ده هو اللي متعين من الله حاكم على العايشين واللي ميتين. ليه يشهد كل الانبياء ان كل اللي يؤمن بيه ياخد باسمه غفران الخطايا؟ وفيما بطرس بيتكلم في المواضيع دي هبط الروح القدس على كل اللي كانوا بيسمعوا الكلمة، فاندهش المؤمنين اللي من اصحاب الطهور كل اللي جه مع بطرس، لان منحة الروح القدس اتكبت على الشعوب التانية كمان لانهم كانوا بيسمعوهم بيتكلموا بألسنة ويعظموا الله. وقتها جاوب بطرس يا ترى يقدر حد يمنع المية عشان ما يتعمدش دول اللي قبلوا الروح القدس زي ما احنا كمان؟ وامر يتعمدوا باسم الرب، وقتها سألوه يقعد ايام. اعمال 11. فسمع الرسل والاخوة اللي كانوا في اليهودية ان الشعوب التانية كمان قبلوا كلمة الله، ولما طلع بطرس لأورشليم خصموا لمن اصحاب الطهور وقالوا انت دخلت الرجالة مش متطهرين وكلت معاهم. فابتدى بطرس يشرح لهم بالترتيب ويقول انا كنت في مدينة يافا بصلي، فشفت بغيبة رؤية اناء نازل زي ملاية عظيمة مدلدلة باربع اطراف من السماء، فجالي الاناء فبصيت فيه جامد وانا بتأمل، فشفت الحيوانات اللي بتدب على الارض والوحوش والزواحف وطيور السماء، وسمعت صوت بيقول لي قوم يا بطرس اذبح وكل. فقلت لا يا رب، عمري ما دخل بقي حاجة مش طاهرة او نكسة. فجاوبني صوت مرة تانية من السماء اللي طهره الله ما تنجسوش انت، وكان ده على 3 مرات، بعدين اتشد كله للسماء تاني. وفين وثلاث رجالة وقفوا في الحالة عند البيت اللي كنت فيه مبعوتين ليا من قيصرية، فقال لي روح اني اروح معاهم مش شاكك في حاجة، وراح معايا كمان الاخوة الستة دول. فدخلنا بيت الراجل،
فبلغنا ازاي شاف الملاك في بيته واقف وبيقول له ابعت لي يافا رجاله واطلب تجيب سمعان اللي اللقب بتاعه بطرس، وهو هيكلمك كلام بيت تتنقذ انت وكل بيتك. فلما ابتديت اتكلم هبط الروح القدس عليهم زي ما علينا كمان في الاول. فافتكرت كلام الرب ازاي قال ان يوحنا عمد بمية وامنته فهتتعمدوا بالروح القدس. فلو كان الله اداهم المنحة زي ما لينا كمان بالتساوي مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمين انا؟ هو انا اقدر امنع الله؟ فلما سمعوا ده سكتوا، وكانوا بيدوا المجد لله ويقولوا يبقى الله ادى الشعوب التانية كمان التوبة عشان الحياة. اما اللي تشتتوا نتيجة الضيق اللي حصل بسبب استفانوس، فعدوا الفينيقية وقبرص وانطاكيا وهم ما بيكلموش حد بالكلمة غير اليهود بس، ولكن كان منهم ناس وهم رجال قبرصيين وقيروانيين اللي لما دخلوا انطاكيا كانوا بيكلموا اليونانيين ويبشروا بالرب يسوع. وكانت ايد الرب معاهم فامن عدد كتير ورجعوا للرب. فتسمع الخبر عنهم في ودان الكنيسة اللي في اورشليم، فبعتوا برنابا عشان يعدي الانطاكيا، اللي لما جه وشاف نعمة الله فرح ووعظ الكل انهم يثبتوا في الرب بعزيمة قلب، لانه كان راجل صالح ومليان روح القدس والايمان، فانضم للرب شعب كتير قوي. بعدين خرج برنابا لطرسوس عشان يدور على شاول، ولما لقاه جيبي الانطاكيا. فحصل انهم اتجمعوا في الكنيسة سنة كاملة وعلموا شعب كتير قوي، وتسمى التلميذ مسيحيين في انطاكيا الاول. وفي الايام دي نزل انبياء من اورشليم لانطاكيا، وقام واحد منهم اسمه اغابوس وادى اشارة بالروح ان جوع عظيم كان على وشك يحصل على كل الارض، اللي حصل كمان في ايام كلوديوس قيصر. فقال التلاميذ لازم يبعت كل واحد على حسب ما يتوفر له حاجة خدمة للاخوة اللي ساكنين في اليهودية. فعملوا كده وبعتوا للمشايخ على ايد برنابا وشاول. اعمال 12. والوقت ده مد هيرودس الملك ايديه عشان يسيء لناس من الكنيسة، فقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف. ولما شاف ان داير دي اليهود رجع فقبض على بطرس كمان، وكانت ايام الفطير. ولما مسكوا حطوا في السجن وسلموا 4 أرباعات من العساكر عشان يحرسوه على نية انه يقدموا بعض الفصح للشعب. فكان بطرس محروس في السجن، واما الكنيسة فكانت بتبقى منها صلب الحاح لله عشان خاطره. ولما كان هيرودس على وشك يقدمه، كان بطرس في الليلة دي نايم بين عسكريين مربوط بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس بيحرسوا السجن. وفين وملاك الرب جه ونور نور في البيت، فضرب جنب بطرس وصحاه وهو بيقول قوم بسرعة. فوقعوا السلسلتين من ايديه، وقال له الملاك شد حزامك والبس النعلين بتوعك. فعمل بالشكل ده، فقال له البس لبسك وامشي ورايا. فخرج يمشي وراه، وكان مش عارف ان اللي حصل على طريق الملاك هو حقيقي، لكن فاكر انه بيشوف رؤية. فعدوا نقطة الحراس الاولانية والتانية وجم لباب الحديد اللي بيودي على المدينة، فاتفتح لهم من نفسه. فخرجوا طلعوا قدام زقاق واحد، وفي الحال فرقوا الملاك. فقال بطرس اما رجع لنفسه دلوقتي عرفت وتأكدت ان الرب بعت ملاك وانقذني من ايد هيرودس ومن كل اللي مستنيه شعب اليهود. بعدين جه هو متنبه لبيت مريم ام يوحنا اللي لقبه مرقس، مكان ما كان ناس كتير مجمعين وهما بيصلوا. فلما خبط بطرس باب الطرقة جت خدامة اسمها رودا عشان تسمع. فلما عرفت صوت بطرس ما فتحتش الباب من الفرح، لكن جريت على جوه وبلغت ان بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها انت بتخطرفي، واما هي فكانت بتأكد ان هو كده. فقالوا ده الملاك بتاعه، واما بطرس فقعد يخبط. فلما فتحوا شافوه اندهشوا، فشاور لهم بايده عشان يسكتوا، وكلمهم ازاي خرجوا الرب من السجن، وقال بلغوا يعقوب والاخوة بده. بعدين خرج وراح لمكان تاني. فلما طلع النهار حصلت لخبطة مش قليلة بين العساكر، يا ترى ايه اللي حصل لبطرس؟ واما هيرودس فلما طلبوا ملقاهوش حقق مع الحراس وامر يجروا للقتل. بعدين نزل من اليهودية القيصرية وقعد هناك. وكان هيرودس غبان قوي على السوريين والصدويين، فجوله بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مكان ما بيرقد الملك. بعدين بقوا يدوروا على الصلح عشان بلدهم كانت بتاكل من بلد الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس اللبس الملوكي وقعد على كرسي الملك وقعد يكلمهم.
فصرخ الشعب ده صوت اله مش صوت انسان. ففي الحال ضربوا ملاك الرب لانه مداش المجد لله، فبقى ياكلوا الدود ومات. واما كلمة الله فكانت بتكبر وتزيد. ورجع برنابا وشاول من اورشليم بعد ما كملوا الخدمة وخدوا معاهم يوحنا اللي اللقب بتاعه مروس. اعمال 13. وكان في انطاكيا في الكنيسة هناك انبياء ومعلمين، برنابا وسمعان اللي بيتسمى نيجر، ولوكيوس القيرواني ومناين اللي اتربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وهما بيخدموا الرب ويصوموا قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول عشان الشغل اللي ناديتهم لي. فصاموا وقتها وصلوا وحطوا عليهم الايدين بعدين سابوهم. فدول لما بعتهم الروح القدس نزلوا لسلوكية ومن هناك سافروا في البحر القبرس. ولما بقوا في سلاميس نادوا كلمة الله في مجامع اليهود، وكان معاهم يوحنا خادم. ولما عدوا جزيرة البابوس لقوا راجل ساحر نبي كذاب يهودي اسمه بار يشوع، كان مع الوالي سيرجيوس بولس وهو راجل فهيم. فده ندى برنابا وشاول وطلب يسمع كلمة الله. فوقف قصادهم عليهم الساحر لان بالشكل ده بيترجم اسمه، وطلب يبوظ الوالي عن الايمان. واما شاول اللي هو بولس كمان فاتملى من روح القدس وبصله جامد وقال يا مليان كل غش وكل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل صلاح، لسه ببوظ طرق الله الدغري. فدلوقتي اهو ايد الرب عليك فهتبقى اعمى ما تشوفش الشمس الفترة. ففي الحال وقع عليه ضباب وضلمة، فبقى يدور يدور على اللي يقوده من ايده. فالوالي وقتها لما شاف اللي حصل قام مندهش من تعليم الرب. بعدين ركب البحر من بابوس بولس واللي معاه وجمل بيرجع بنفيلية. واما يوحنا ففريقهم رجع لأورشليم. واما هما فعدوا من برجة وجملة انطاكيا بسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وقعدوا. وبعد قراية الشريعة والانبياء بعت لهم الرؤساء بتوع المجمع يقولوا يا رجال يا اخوة لو كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وشاور بايده وقال يا رجال يا اسرائيليين واللي بيخافوا الله اسمعوا، اله شعب اسرائيل ده اختار ابهاتنا ورفع الشعب في الغربة في ارض مصر وبدراع عالية خرجهم منها. وحوالي فترة 40 سنة استحمل تصرفاتهم في الصحراء. بعدين ضيع 7 شعوب في ارض كنعان واسم لهم ارضهم بالقرعة. وبعد كده بحوالي 450 سنة اداهم قضاء لحد صمويل النبي. وبعدين طلبوا ملك فاداهم الله شاول ابن قيس راجل من عشيرة بنيامين 40 سنة. بعدين عزلوا وعين لهم داود ملك اللي شهد له كمان لما قال لقيت داود ابن يسى راجل حسب قلبي اللي حيعمل كل ارادتي. من خلفة ده حسب الوعد عين الله لإسرائيل منقذ يسوع. لما سبق يوحنا فبشر قبل ما جيه بمعمودية التوبة لكل شعب إسرائيل. ولما راح يوحنا يكمل مهمته بقى يقول فاكرني مين؟ مش أنا هو، لكن أهو جاي بعدي اللي ما استهلش أفك جزمة رجليه. يا رجال يا إخوة ولاد جنس إبراهيم واللي بينكم بيخافوا الله ليكوا إبعت كلمة الإنقاذ ده، لأن اللي ساكنين في أورشليم والرؤساء بتوعهم معرفوش ده. وكلام الأنبياء اللي بيتقري كل سبت كملوه لما حكموا عليه. ومع انهم ما لقوش تهمة واحدة عشان الموت طلبوا من بيلاطس ان يتقتل. ولما كملوا كل اللي اتكتب عنه نزلوه عن الخشبة وحطوه في قبر. ولكن الله قومه من بين الميتين وظهر ايام كتيرة اللي طلعوا معاه من الجليل لأورشليم اللي هم الشهود بتوعه عند الشعب. واحنا بنبشركم بالمعاد اللي كان لأبهاتنا ان الله كمل دليلنا احنا ولادهم لما قوم يسوع زي ما هو مكتوب كمان في المزمور التاني انت ابني انا النهاردة ولدتك. وكونوا قوموا من بين الميتين ومش رح يرجع تاني البوزان. فبالشكل ده قال اني حديكم مراحم داود الصدقة. وعشان كده قال كمان في مزمور تاني مش هتسيب القدوس بتاعك يشوف بوزان. لان داود بعد ما خدم الجيل بتاعه على حسب قصد الله رقد وانضم لأبهاته وشاب بوزان. واما اللي قومه الله فما شافش بوزان. فخليه معروف عندكم يا رجالة يا اخوة انه بده بيتنادى ليكم بغفران الخطايا. بده ياخد صلاح كل اللي يآمن من كل اللي ما قدرتوش تاخدوا صلاح منه بشريعة موسى. فبصوا لحسن يجوا عليكم اللي اتقال في الانبياء. بصوا يا اللي تتهونوا واستغربوا وضيعوا لاني حعمل عمل في ايامكم عمل ما تصدقوهوش لو بلغوا حد بيه. وبعد ما خرج اليهود من المجمع بقت الشعوب التانية تطلب منهم يكلموهم بالكلام ده السبت الجاي.
ولما اتفضت الجماعة مش كتير من اليهود اللي بيتعبدوا اللي دخلوا ورا بولس وبرنابا اللي كانوا بيكلموهم ويقنعوهم يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت اللي بعده اتجمعت كل المدينة تقريبا عشان تسمع كلمة الله. فلما شاف اليهود الشعب اتملوا غيرة وبقوا يقفوا ضد اللي قالوا بولس يعرضوا الكلام ويجدفوا. فاتكلم بولس وبرنابا على الملا وقالوا كان مفروض تتقلكوا انتوا الاول كلمة الله، ولكن لما زقتوها بعيد عنكم وحكمتوا انكم متستهلوش الحياة اللي ملهاش نهاية ادينا بنطلع الشعوب التانية، لان بالشكل ده وصلنا الرب عينتك نور عشان الشعوب التانية عشان تبقى انت انقاذ لحد اخر الارض. فلما سمعت الشعوب التانية كده بقوا يفرحوا ويدوا المجد لكلمة الرب، وامن كل اللي كانوا متعينين عشان الحياة اللي ملهاش نهاية، وانتشرت كلمة الرب في كل البلد. ولكن اليهود حركوا الستات اللي بيتعبدوا الوجهة وعين المدينة وهيجوا اضطهاد على بولس وبرنابا وخرجوهم من الحدود بتاعتهم. اما هما فنفضوا غبار رجليهم عليهم وجملة ايقونية، واما التلاميذ فكانوا بيتملوا من الفرح والروح القدس. اعمال 14. وحصل في ايقونية انهم دخلوا مع بعض لمجمع اليهود واتكلموا لحد ما امن شعب كتير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود اللي مش مؤمنين هيجوا وبوظوا نفوس الشعوب التانية على الاخوة، فقعد وقت طويل يتكلموا على الملأ عن الرب اللي كان بيشهد لكلمة النعمة بتاعته ويدي انه تحصل معجزات وعجائب على ايديهم. فتقسم شعب المدينة، فكان شوية منهم مع اليهود وشوية منهم مع رسولين. فلما حصل من الشعوب التانية واليهود مع الرؤساء بتوعهم هجوم عشان يسيئوا ليهم ويرجموهم شعروا بيه، فهربوا للمدينتين بتوع لكيونية ليسترا وديربا وللبلد اللي حواليهم، وكانوا هناك بيبشروا. وكان قاعد في ليسترا راجل رجليه عجزة مكسح من بطن امه وعمره ما مشي، ده كان بيسمع بولس بيتكلم فبصله جامد، ولما شايف انه عنده ايمان عشان يشفي قال بصوت عظيم قوم على رجليك واقف، فنطه بقى يمشي. فالشعب لما شافوا اللي عمله بولس رفعوا صوتهم بلغة لكاونيا وقالوا دي الالهة تشبهت بالناس ونزلت لنا. فكانوا بيسموا برنابا زفس وبولس هرمس عشان كان هو اللي بيقود الكلام. فجيه كان معبد زفس اللي كان قدام المدينة بتران واكليل عند الابواب مع الشعب وكان عايز يذبح. فلما سمع الرسولين برنابا وبولس شقوا هدومهم وجريوا على الشعب بيصرخوا ويقولوا يا رجالة ليه بتعملوا كده؟ احنا كمان بشر تحت الام زيكو، بنبشركوا ترجعوا من الحاجات الفارغة دي للاله اللي عايش اللي خلق السماء والارض والبحر وكل اللي فيها، اللي في الاجيال اللي فاتت ساب كل الشعوب التانية يمشوا في الطرق بتاعتهم، مع انه ما سابش نفسه من غير شاهد، وهو بيعمل خير يدينا من السماء امطار واوقاف مثمرة ويملأ لبنا اكل وفرح. وبكلامهم ده بطل الشعب بالعافية عن انه يبح لهم. بعدين جه يهود من انطاكيا وايقونية واقنعوا الشعب فرجموا بولس وجروه برا المدينة فاكرين انه مات. ولكن لما حوض به التلاميذ قاموا دخل المدينة، وتاني يوم خرج مع برنابا لدربة فبشر في المدينة دي وعمل تلاميذ كتيرة. بعدين رجعوا ليسترا وايقونية وانطاكيا وهم بيقووا نفس التلاميذ ويوعظوهم انهم يثبتوا في الايمان وانه بديئات كتيرة مفروض ندخل مملكة الله، وعينوا ليهم اسس في كل مدينة. بعدين صلوا بصيامات وحطوهم امانة عند الرب اللي كانوا امنوا بيه. ولما عدوا بسيدية جملة بنفلية واتكلموا بالكلمة ببرجة، بعدين نزلوا الاتاليا ومن هناك سافروا في البحر الانطاكيا مكان مكان المؤمنين سلموهم لنعمة الله عشان العمل اللي كملوه. ولما جوم وجمعوا الكنيسة بلغوا كل اللي عمله الله معاهم وانه فتح للشعوب التانية باب الايمان، وقعدوا هناك وقت مش قليل مع التلاميذ. اعمال 15. ونزل ناس من اليهودية وقعدوا يعلموا الاخوة انه لو ما اتطهرتوش حسب عادة موسى ما تقدروش تتنقذوا. فلما حصل لبولس وبرنابا خناقة ومناقشة مش قليلة معاهم، رتبوا ان بولس وبرنابا وناس تانية منهم يطلعوا للرسل والمشايخ لأورشليم عشان خاطر المسألة دي. فدول بعد ما ودعتهم الكنيسة عدوا في نقية والسامرة يبلغوهم برجوع الشعوب التانية، وكانوا بيسببوا فرح عظيم لكل الاخوة. ولما جم لأورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فبلغوهم بكل اللي عمل الله معاهم. ولكن الناس من اللي كانوا امنوا من مذهب الفريسيين وقالوا انه مفروض يتطهروا ويوصوا بانهم يحافظوا على شريعة موسى، فتجمع الرسل والمشايخ عشان يبصوا في الموضوع ده.
فبعد ما حصلت مناقشة كتيرة قام بطرس وقال لهم: يا رجالة يا اخوة، انتوا عارفين انه من ايام زمان اختار الله بينا انه بقي تسمع الشعوب التانية كلمة الانجيل ويأمنوا. والله العارف القلوب شاهد لهم لما اديهم الروح القدس زي ما لينا كمان، ومميز بينا وبينهم في حاجة لما طهر بالايمان قلوبهم. فدلوقتي ليه بتجربوا الله بانكم تحطوا خشبة رقبة على رقبة التلاميذ؟ ما قدرش اباطنا ولا احنا اننا نشيلها، لكن بنعمة الرب يسوع بنآمن اننا نتنقذ زي ما دول كمان. فسكت الجمهور كله وكانوا بيسمعوا برنابا وبولس بيحكوا كل اللي عمله الله من المعجزات والعجائب في الشعوب التانية عن طريقهم. وبعد ما سكتوا جاوب يعقوب وقال: يا رجالة يا اخوة اسمعوني، سمعان بلغ ازاي زار الله في الاول الشعوب التانية عشان ياخد منهم شعب على اسمه، وده يمشي مع كلام الانبياء زي ما هو مكتوب: هرجع بعد كده وابني كمان خيمة داود اللي وقع، وابني كمان الرب مبتاعها واقومها من تاني عشان تطلب الناس اللي بقي الرب وكل الشعوب التانية اللي اتندى اسمي عليهم، بيقول الرب اللي عمل ده كله. معروف عند الرب من غير بداية كل اعماله، عشان كده انا شايف انه ما يتقلش على الراجعين لله من الشعوب التانية، لكن يبعت لهم انهم يمنعوا نفسهم عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، لان موسى من اجيال زمان عنده في كل مدينة اللي يبشر بيه لما يتقري في المجامع كل سبت. وقتها شاف الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة انهم يختاروا رجلين منهم فيبعتوهم لانطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا اللي اللقب بتاعه برسابة وسيلة، رجلين كبار في الاخوة، وكتبوا بايديهم كده: الرسل والمشايخ والاخوة بيبعتوا سلام هدية للاخوة اللي من الشعوب التانية في انطاكيا وسوريا وكيليكيا. لاننا سمعنا ان الناس خارجين من عندنا ازعجوه بكلام بيلخبطوكوا ويقولوا انكم تتطهروا وتحافظوا على الشريعة اللي احنا ما امرناهمش، شفنا بنفس واحدة اننا نختار راجلين ونبعتهم ليكوا مع حبايبنا برنابا وبولس، راجلين ادوا نفسهم عشان خاطر اسم ربنا يسوع المسيح. فبعتنا يهوذا وسيلة وهم يبلغوكوا بنفس المواضيع شفهي، لان الروح القدس شافوا احنا اننا ما نحطش عليكم حمل اكتر غير الحاجات دي المفروضة، انكم تمنعوا نفسكم عن الذبح الاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا اللي لو حافظتوا على نفسكم منها يبقى بتعملوا كويس، خليكوا بصحة. فدولة لما تسيبوا جملة انطاكيا وجمعوا جمهور وقدموا رسالة، فلما قروها فرحوا بسبب التعزية. ويهوذا وسيلة لما كانوا هم كمان نبيين وعزوا الاخوة بكلام كتير وقووهم، بعدين بعد ما صرف وقت اتسابوا بسلام من الاخوة للرسل. ولكن سيلة شاف انه يقعد هناك، اما بولس وبرنابا ففضلوا في انطاكيا يعلموا ويبشروا مع ناس تانية كتير كمان بكلمة الرب. بعدين بعد ايام قال بولس لبرنابا: يلا نرجع ونشقر على اخواتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب ازاي هم. فاقترح برنابا انهم ياخدوا معاهم كمان يوحنا اللي بيتسمى مروس، اما بولس فكان بيفضل ان اللي فريقهم من بنفليه وما راحش معاهم عشان الشغل ما ياخدوهوش معاهم. فحصلت بينهم خناقه لحد ما سابوا كل واحد التاني، وبرنابا اخذ مرقس وسافر في البحر القبرص، واما بولس فاختار سيلة وخرج والاخوه بيسلموه امان نعمه الله. فعدى في سوريا وكيليكيا يقوي الكنائس. اعمال 16. بعدين وصل لدربة ولسترا، وكان فيه تلميذ هناك اسمه تيموساوس، ابن ست يهودية مؤمنة ولكن ابوه يوناني، وكان مشهود له من الاخوة اللي في لسترا وايقونية. فحب بولس ان ده يخرج معاه، فخده وطهره عشان خاطر اليهود اللي في الاماكن دي، لان الكل كانوا يعرفوا ابوه انه يوناني. ولما كانوا بيعدوا في المدن كانوا بيسلموهم القضايا اللي حكم بيها الرسل والمشايخ اللي في اورشليم عشان يحافظوا عليها، فكانت الكنائس بتتقوى في الايمان وزيد في العدد كل يوم. وبعد ما عدوا في فريجية ومنطقة غلاطيا منحهم الروح القدس انهم يتكلموا بالكلمة في اسيا. فلما جم لميسيا حاولوا يروحوا لبيزنية فما سابهمش الروح، فعدوا على ميسيا ونزلوا لترواس. وظهرت لبولس رؤية في الليل راجل مقدوني واقف يطلب منه يقول: عدي المقدونية وساعدنا. فلما شاف الرؤية طلبنا في وقتها نخرج لمقدونيا متأكدين ان الرب نادانا عشان نبشرهم. فركبنا البحر من ترواس وطلعنا دغري على ساموسراكي، وفي تاني يوم لنيابوليس،
ومن هناك لفيليبي اللي هي اول مدينة من منطقة مقدونيا وهي كولونيا. فقعدنا في المدينة دي كام يوم، وفي يوم السبت خرجنا لبرا المدينة عند نهر مكان ما كانت العادة تبقى فيه صلاة. فقعدنا وكنا بنكلم الستات اللي اتجمعوا، فكانت بتسمع ست اسمها ليديا بيعت ارجوان من مدينة سياتيرا بتعبد الله، ففتح الرب قلبها عشان تسمع للي كان بيقوله بولس. فلما تعمدت هي واهل بيتها طلبت وقالت: لو كنت حكمت اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وقعدوا. فاجبرتنا. وحصل واحنا رايحين للصلاة ان خدامة فيها روح عرافة قابلتنا، وكانت بتكسب اسيادها مكسب كتير بالعرافة بتاعتها دي. مشيت ورا بولس ورانا وصرخت وقالت: الناس دول هم عبيد الله العالي اللي بينادولكوا بطريق الانقاذ. وكانت بتعمل ده ايام كتير. فتضايق بولس وتدور للروح وقال: انا بأمرك باسم يسوع المسيح تخرج منها. فخرج في الساعة دي. فلما شاف اسيادها ان امل المكسب بتاعهم خرج، مسكوا بولس وسيلة وجروهم للسوق للحكام. ولما جم بيهم للولاء قالوا: الرجلين دول عاملين لخبطة في المدينة بتاعتنا وهم يهود، وبينادوا بعدات ما يجوز لينا نقبلها ولا نعمل بيها لاننا رومانيين. فقام الشعب ويا بعض عليهم وشق الولاة هدومهم وامروا انهم يضربوا بالعصيان. فحطوا عليهم ضربات كتيرة ورموهم في السجن، ووصوا حارس السجن انه يحرسهم مظبوط. وهو لما خد وصية زي دي رماهم في السجن الجواني وظبط رجليهم في الخشبة اللي بيحطوا فيها رجلين المساجين. وحوالي نص الليل كان بولس وسيلة بيصلوا ويسبحوا الله والمسجونين سمعينهم. فحصلت فجأة زلزال عظيمة لحد ما ترجرجت اساسات السجن، فاتفتحت في الحال الابواب كلها واتفكت ايود الكل. ولما صحي حارس السجن وشاف ابواب السجن مفتوحة شد سيفه وكان ناوي يقتل نفسه، فاكر ان المسجونين هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم وقال: ما تعملش بنفسك حاجة وحشة لان كلنا هنا. فطلب نور وفط على جوه ونزل لبولس وسيلة وهو بيترعش. بعدين خرجهم وقال: يا سيادي ايه اللي مفروض اعمله عشان اتنقذ؟ فقالوا: امن بالرب يسوع المسيح فتتنقذ انت واهل بيتك، وكلموه كل اللي في بيته بكلمة الرب. فاخدهم في الساعة دي من الليل وغسلهم بجروح وتعمد في الحال هو واللي عنده كلهم. ولما طلعهم لبيته قدم لهم ترابيزة وفرح قوي مع كل بيته لانه كان امن بالله. ولما طلع النهار بعت الولاه الجلادين وقالوا: فكوا سراح الرجلين دول. فبلغ حارس السجن بولس بالكلام ده ان الولاه بعتوا انكم تتفكوا، فاخرجوا دلوقتي وروحوا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا على الملا مش محكوم علينا، واحنا رجلين رومانيين ورمونا في السجن، يقوموا دلوقتي يطردونا في السر؟ لا، لكن هم ييجوا بنفسهم ويخرجونا. فبلغ الجلادين الولاية بالكلام ده فخافوا لما سمعوا انهم رومانيين. فجموا اعتذروا لهم جامد وخرجوهم وطلبوا منهم يخرجوا من المدينة. فخرجوا من السجن ودخلوا عند ليديا فشافوا الاخوة وعزوهم بعدين خرجوا. اعمال 17. فعدوا في انفيبوليس وابولونيا وجملة سالونيكي مكان مكان مجمع اليهود. فدخل بولس ليهم حسب عادته وكان بيناقشهم ثلاث سبوك من الكتب، وهو بيوضح ويبين انه كان لازم ان المسيح يتألم ويقوم من وسط الميتين، وان ده هو المسيح يسوع اللي انا بنادلكوا بيه. فاقتنع ناس منهم وانحازوا لبولس وسيلة ومن اليونانيين اللي بيعبدوا جمهور كتير ومن الستات الكبار عدد مش قليل. فغار اليهود اللي مش مؤمنين وخدوا رجالة اشرار من اهل السوق واتجمعوا هيجوا المدينة، وقاموا على بيت يسون وهم بيطلبوا يجيبوهم للشعب. ولما ما لقاهمش جروا يسون وناس من الاخوة الحكام المدينة وهم بيصرخوا ان دول اللي لخبطوا الدنيا جم هنا كمان، ويسون استقبلهم ودول كلهم بيشتغلوا ضد اوامر قيصر ويقولوا ان في ملك تاني يسوع. فازعجوا كل حكام المدينة لما سمعوا ده، فخدوا كفالة من يسون ومن اللي باقيين بعدين سابوهم. واما الاخوة ففي الحال بعتوا بولس وسيلة بالليل لبيريا، وهم لما وصلوا راحوا المجمع اليهود. وكان دول اوجه من اللي في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط وهم بيدوروا في الكتب كل يوم هي المواضيع دي كده. فقام منهم ناس كتير ومن الستات اليونانيات الوجهة ومن الرجالة عدد مش قليل. فلما عرف اليهود اللي من تسالونيكي ان بيريا كمان نادى بولس بكلمة الله جم يهيجوا الشعب هناك كمان.
فوقتها بعت الاخوة بولس في الحال عشان يروح على البحر ولا حاجة، وقام اسيلة وتيموساوس ففضلوا هناك، واللي مشوا مع بولس جم بيه على اسينا، ولما خدوا وصية منه لسيلة وتيموساوس انهم يقولوا باسرع ما يمكن راحوا. وفين وبولس مستنيهم في اسينا اتضايقت روحه فيه لما شاف المدينة مليانة اصنام، فكان بيكلم في المجمع اليهود اللي بيعبدوا واللي بيصطفوه في السوق كل يوم، فقابلوا ناس من الفلاسفة الابيكوريين والرواقيين، وقال شوية منهم يا ترى ايه اللي عايز اللي بيهرج ده انه يقوله، وشوية قالوا باين انه بينادي بالهة غريبة لانه كان بيبشرهم بيسوع والقيامة، فاخدوه وراحوا بيه لاريوس باغوس وهم بيقولوا نقدر نعرف ايه هو التعليم الجديد ده اللي بتتكلم بيه، لانك بتيجي على ودنا بمواضيع غريبة فعايزين نعرف يا ترى تبقى ايه دي. اما الاسينيين كلهم والغرباء اللي قاعدين فما بيفضوش لحاجة تانية غير انهم يتكلموا او يسمعوا حاجة جديدة. فوقف بولس في وسط اريوس باغوس وقال يا رجالة اسينيين، شايفكم من كل وش زي ما تكونوا متدينين قوي، لاني لما كنت بعدي وابص للمعبودات بتاعتكو لقيت كمان مسبح مكتوب عليه عشان اله مش معروف، فاللي بتخافوه وانتو مش عارفينه ده انا بناليلكو بيه، الاله اللي خلق العالم وكل اللي فيه ده اللي عشان ما هو رب السماء والارض ما بيسكنش في هياكل معمولة بالايدين وما بيتخدمش بايدين الناس كأنه محتاج لحاجة، لانه بيدي كل حياة ونفس وكل حاجة، وعمل من دم واحد كل شعب من الناس يسكنوا على كل وش الارض، وحدد لهم الاوقات المعينة والحدود اللي يسكنوا فيها عشان يطلبوا الله يمكن يدوروا عليه فيلاقوه، مع انه عن كل واحد مننا مش بعيد، لاننا بيه بنعيش ونتحرك ونتوجد زي ما قال شوية من الشعرة بتوعكو كمان، لاننا كمان الخلفة بتاعته. فعشان احنا خلفة الله مش مفروض نفتكر ان الالوهية تشبه ذهب او فضة او حجر منقوش من عمل واختراع انسان، فالله دلوقتي بيأمر كل الناس في كل مكان يتوبوا من غير ما يبص لأوقات الجهل، لانه عين يوم هو ناوي فيه يحاكم الدنيا بالعدل براجل عينه وهو قدم لكل ايمان لما قومه من بين الميتين. ولما سمعوا عن القيامة من بين الميتين كان شوية بيتريقوا وشوية يقولوا هنسمع منك عن ده مرة تانية، وبالشكل ده خرج بولس من وسطهم، ولكن ناس لزقوا فيه وامنوا منهم ديونوسيوس الاريوباغي وست اسمها دامروس وناس تانية معهم. اعمال 18. وبعد كده راح بولس من اسينا وجه لكورنثوس، فلقى يهودي اسمه اكيلا جنس بونتي كان جه قريب من ايطاليا وبريسكيلا مراته، لان كلوديوس كان امر ان كل اليهود يمشوا من روميا فجه ليهم، وعشان كانت شغلته زيهم قعد عندهم وكان بيشتغل عشان هما كانت شغلتهم خيامين، وكان بيناقش في المجمع كل سبت ويقنع يهود ويونانيين. ولما نزل سيلا وتيموساوس من مقدونيا كان بولس حاصر كل شغله في الروح وهو بيشهد لليهود عن المسيح يسوع، ولما كانوا بيعرضوا ويجدفوا نفض هدومه وقال لهم دمكوا على راسكو انا بريء من دلوقتي هروح للشعوب التانية. فاتنقل من هناك وجه لبيت راجل اسمه يوستوس كان بيتعبد لله وكان بيته لازق في المجمع، وكريسبوس رئيس المجمع امن بالرب مع كل بيته، وناس كتير من الكورنثيين لما سمعوا امنوا وتعمدوا. فقال الرب البولس في رؤية في الليل ما تخافش لكن اتكلم ومتسكتش، لاني انا معك ومحدش هيوقعك ويأذيك لان عندي شعب كتير في المدينة دي. فقعد سنة وست اشهر يعلم بينهم بكلمة الله، ولما كان غاليون والي على اخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وجم بيه الكرسي الولاية، وهم بيقولوا ان ده بيحرض الناس يعبد الله مش على حسب الشريعة. ولما كان بولس ناوي يفتح بقه قال غاليون لليهود لو كان ظلم ولا خبث شرير يا يهود كنت حقيقي استحملتكم، ولكن ما دامت مسألة كلمة واسامي والشريعة بتاعتكو فشوفوا انتو لاني مش عايز ابقى قاضي للحاجات دي. فطردهم الكرسي، فاخد كل اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي ومهمش غاليون حاجة من ده. واما بولس فقعد تاني ايام كتيرة، بعدين ودع الاخوة وسافر في البحر لسوريا ومعاه بريسكيلا واكيلا بعد ما حلق راسه في كنخارية لان كان عليه ندر، فجه لأفسوس وسابهم هناك. واما هو فدخل المجمع وناقش اليهود، ولما كانوا بيطلبوا انه يقعد عندهم وقت اطول مرضيش لكن ودعهم وقال مفروض
المفروض على كل حال اشتغل العيد الجاي في اورشليم، ولكن هرجع لكم تاني ان شاء الله. فركب البحر من افسس، ولما نزل في قيصرية طلع وسلم على الكنيسة، بعدين نزل انطاكيا، وبعد ما صرف وقت خرج وعد بالترتيب في بلاد غلاطيا وفريجية يقوي كل التلاميذ. بعدين جه لأفسس يهودي اسمه أبولوس جنسه إسكندري، راجل فصيح شاطر قوي في الكتب، ده كان خبير في طريق الرب، وكان وهو سخن في الروح بيتكلم ويعلم بدقة اللي يخص الرب، عارف معمودية يوحنا بس، وابتدى ده يتكلم على الملا في المجمع. فلما سمعوا أكيلا وبرسكيلا خدوه ليهم وشرحوا له طريق الرب بدقة أكتر، ولما كان عايز يعدي الأخائية كتب الإخوة للتلاميذ يشجعوهم يقبلوه، فلما جه ساعد كتير بالنعمة اللي كانوا أمنه، لأنه كان بيفحم اليهود جامد على الملا وهو بيبين لهم بالكتب إن يسوع هو المسيح. أعمال 19. فحصل لما كان أبولس في كرونسوس إن بولس بعد ما عدى في النواحي العالية جه لأفسس، فلما لقى تلاميذ قال لهم قبلت الروح القدس لما أمنته؟ قالوا له ولا سمعنا إن فيه الروح القدس. فقال لهم أمال بإيه تعمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة، وهو بيقول للشعب يأمنوا باللي جاي بعده، يعني بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اتعمدوا باسم الرب يسوع، ولما حط بولس إيديه عليهم هبط الروح القدس عليهم، فقعدوا يتكلموا بلغات ويتنبأوا، وكان كل الرجالة حوالي 12. بعدين دخل المجمع وكان بيتكلم على الملا مدة 3 أشهر بيناقش ويقنع في اللي يخص مملكة الله. ولما كان في ناس بيعنده وما يقتنعوش وهم بيشتموا الطريق قدام الشعب، اعتزل عنهم وانفرد بالتلاميذ وهو بيناقش كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، وكان ده مدة 2 لحد ما سمع كلمة الرب يسوع كل اللي ساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله بيعمل على قديم بولس معجزات غير العادية، لدرجة انه كان بيجاب عن جسمه مناديل او مآزر العيانين فتروح عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم. فابتدى ناس من اليهود اللي بيلفوا اللي بيعملوا سحر يسموا على اللي فيهم الارواح الشريرة باسم الرب يسوع، وهم بيقولوا نحلف عليك بيسوع اللي بيبشر بيه بولس. وكان فيهم 7 ولاد لسكاو راجل يهودي رئيس كهنة اللي عملوا كده، فجاوب الروح الشرير وقال اما يسوع فنعرفه وبولس عارفه، واما انتو فمين انتو؟ فنط عليهم الانسان اللي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم لحد ما هربوا من البيت ده عريانين ومتجرحين. وبعدها معروف عند كل اليهود واليونانيين اللي ساكنين في افسس، فوقع خوف عليهم كلهم، وكان اسم الرب يسوع بيتعظم، وكان ناس كتير من الامن بيجوا يعترفوا ويحكوا عن اعمالهم، وكان ناس كتير من اللي بيستعملوا السحر بيجمعوا كتب ويحرقوها قدام الكل وحسبوا اثمنها فلقوها 50,000 من الفضة. بالشكل ده كانت كلمة الرب بتكبر وتقوى جامد. ولما كملت المواضيع دي حط بولس في نفسه انه بعد ما يعدي في مقدونيا واخائية يروح لأورشليم، وكان بيقول اني بعد ما بقى هناك لازم اشوف روميا كمان. فبعت لمقدونيا 2 من اللي كانوا بيخدموه، تيموساوس وارستوس، وقعد هو وقت في اسيا. وحصلت في الوقت ده هرجلة مش قليلة بسبب الطريق ده، لان انسان اسمه ديمتريوس جوهرجي بيعمل هياكل فضة الارتميس كان بيكسب الصناعية مكسب مش قليل، فجمعهم هم واللي بيشتغلوا في زي الشغل ده وقال يا رجالة انتوا عارفين ان وفرة حالنا هي مش شغلانة دي، وانتوا شايفين وسمعين انه مش من افسس بس لكن من كل اسيا تقريبا، بولس ده ميل دماغ وتوه ناس كتيرة، وهو بيقول ان اللي بتتعمل بالايدين مش قالها، فمش النصيب بتاعنا ده بس في خطر انه هيتهان، لكن كمان هيكل ارتميس الاله العظيمة انه يتحسب ولا حاجة، وان العظمة بتاعتها هتتهد هي اللي بتعبدها كل اسيا والدنيا. فلما سمعوا اتملوا غضب وقعدوا يصرخوا يقولوا عظيمة هي ارتميس بتاعت الافسوسيين، فاتملت المدينة كلها اضطراب، وهجموا بنفس واحدة على المكان خاطفين معهم غايس وارسترخس المقدونيين زمايل بولس في السفر. ولما كان بولس عايز يدخل بين الشعب ما سابهوش التلاميذ، وناس من عيان اسيا كانوا اصحابه بعتوا يطلبوا منه ما يسلمش نفسه للمكان، وكان شوية بيصرخوا بحاجة وشوية بحاجة تانية لان الاجتماع كان ملخبط واكترهم مش عارفين عشان ايه يجمعوا. فشدوا اسكندر من الشعب، وكان اليهود بيزقوه، فشاور اسكندر بايده عايز يدافع قدام الشعب. فلما عرفوا انه يهودي بقى صوت واحد من الكل يصرخوا حوالي مدة 2 عظيمة هي ارتميس بتاعت الافسوسيين. بعدين هدى الكاتب الشعب وقال يا رجالة يا اهل افسس
مين هو الانسان اللي ما يعرفش ان مدينة الافسوسيين بتعبد ارتميس الاله العظيمة والتمثال اللي نزل من السماء؟ فلو كانت الحاجات دي ما يتوقفش قصادها لازم تبقوا هادين ومتعملوش حاجة بتسرع، لانكم جيتوا بالراجلين دول وهم مش حرامية هياكل ولا بيجدفوا على الالهة بتاعتكم. فلو كان ديمتريوس والصناعية اللي معاه عندهم شكوى على حد يبقى تتعين ايام للحكم وفيه ولاء يبقوا يرفعوا بعضهم، ولو كنتم تطلبوا حاجة من ناحية مواضيع تانية يبقى يتحكم في اجتماع رسمي، لاننا في خطر نتحاكم عشان خاطر اضطراب اليوم ده، ومفيش حجة نقدر عشان خاطرها نقدم حساب عن التجمهر ده. ولما قال ده صرف الاجتماع. اعمال 20. وبعد ما خلص الاضطراب نده بولس التلاميذ وودحهم وخرج عشان يروح لمقدونيا. ولما كان عدى في النواحي دي ووعظهم بكلام كتير جه لليونان، فقضى 3 اشهر. بعدين لما حصلت مؤامرة من اليهود عليه وهو ناوي يطلع على سوريا، بقى الرأي انه يطلع على طريق مقدونيا، فمشي معاه لأسيا سوباتروس البيري، ومن اهل تسالونيكي ارستورخوس وسكوندوس وغايس الدربي وتيموساوس، ومن اهل اسيا تخيكوس وتروفيموس. دول سبقوا واستنوا في ترواس، واما احنا فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيليبي، وحصلناهم في 5 ايام على ترواس مكان ما قضينا 7 ايام. وفي اول الاسبوع لما كان التلاميذ متجمعين عشان يكسروا عيش، كلمهم بولس وهو ناوي يمشي تاني يوم، وطول الكلام لنص الليل، وكان في لومة كتيرة في الاوضة العالية اللي كانوا متجمعين فيها، وكان في شاب اسمه افتيخوس قاعد على الشباك عينيه متقلة بنوم جامد، ولما كان بولس بيخطب خطبة طويلة غلب عليه النوم فوقع من الدور الثالث على تحت واتشال ميت. فنزل بولس وقع عليه وحضنه وقال ما تتخضوش لان روحه فيه. بعدين طلع وكسر عيش واكل واتكلم كتير لحد الفجر، وبالشكل ده خرج وجم بالصبي عايش وتعزوا تعزية مش قليلة. واما احنا فسبقنا على السفينة وركبنا البحر الاسس ناويين ناخد بولس من هناك، لانه كان رتب كده ناوي انه يمشي. فلما جلنا على اسس خدناه وجينا المتيليني، بعدين سافرنا من هناك في البحر وجينا تاني يوم قصاد خيوس، وفي اليوم اللي بعده وصلنا لساموس وقعدنا في تورجيليون، بعدين في اليوم اللي بعده جينا الميليتس. لان بولس نوى يعدي افسس في البحر لحسن يلاقي انه بيقضي وقت في اسيا، عشان هو كان بيشهل عشان لو قدر يبقى في اورشليم في يوم 50. ومن ميليتس بعد لافسس وطلب اسس الكنيسة يقوله، فلما جم ليه قال لهم انتوا عارفين من اول يوم دخلت اسيا ازاي كنت معاكم كل وقت اخدم الرب بكل تواضع ودموع كتيرة وبتجارب صابتني من مؤامرات اليهود، ازاي ما اخرتش حاجة من اللي تفيد الا وبلغتكم وعلمتكم بيها على الملأ وفي كل بيت، وانا بشهد لليهود واليونانيين بالتوبة لله والايمان اللي بربنا يسوع المسيح. ودلوقتي اديني رايح لأورشليم متأيب بالروح ومعرفش ايه اللي هيصادفني هناك، لكن الروح القدس بيشهد في كل مدينة ويقول ان روبوت وشدايد بتستناني، ولكن انا ولا يهمني حاجة ولا نفسي غالية عندي لحد ما اكمل بفرح اللي بعمله والخدمة اللي خدتها من رب يسوع عشان اشهد بالاخبار المفرحة بتاعت نعمة الله. ودلوقتي اديني عارف انكم مش هتشوفوا اشي تاني انتوا كلكم اللي عديت بينكم ابشر بمملكة الله، عشان كده بشاهدكم النهاردة اني بريء من دم الكل، لاني ما تأخرتش ابلغكم بكل ارادة الله. فاخدوا بالكم بقى على نفسكم وعلى كل قطيع اللي عينكم روح القدس فيه اثقفة عشان تراعوا كنيسة الله اللي اشتريها بدمه، لاني عارف ده اني بعد ما امشي هيدخل بينكم ديبة خطافة ما ترحمش القطيع، ومنكم انتوا هيطلع رجالة يتكلموا بمواضيع ملوية عشان يشدوا التلاميذ وراهم. عشان كده اسهروا وانتوا فاكرين اني 3 سنين ليل ونهار ما ونيتش اني احذر بدموع كل واحد. ودلوقتي اسلمكم يا اخواتي وديعة لله والكلمة النعمة بتاعته اللي تقدر تبنيكوا وتديكوا ورث مع كل المتقدسين. ما كانش نفسي فضة ولا ذهب ولا لبس حد، انتوا عارفين ان احتياجاتي واحتياجات اللي معايا خدمتها الايدين دول. في كل حاجة وريتكم انكم مفروض انكم تتعبوا وتسندوا الضعفة، فاكرين كلام الرب يسوع انه قال مبروك هو العطاء اكتر من الاخد. ولما قال ده ركع على ركبه معاهم كلهم وصلى، وكان في عياط جامد من الكل ووقعوا على رقب بولس يبوسوه وهم بيتوجعوا، وخصوصا من الكلمة اللي قالها انهم مش هيشوفوا وشه تاني. بعدين ودعوا للسفينة. اعمال 21. ولما فصلنا عنهم ركبنا البحر وجينا طالعين دغري على كوس، وفي اليوم اللي بعده على رودس، ومن هناك لباترا.
فلما لقينا سفينة معدية على فينيقيا طلعنا لها وركبنا البحر. بعدين بصينا على قبرص وسبناها شمال وسافرنا على سوريا وجينا لصور، لان هناك كانت السفينة بتحط الحمولة بتاعتها. ولما لقينا التلاميذ قعدنا هناك 7 ايام، وكانوا بيقولوا البولس بالروح انه ما يطلعش لأورشليم. ولكن لما كملنا الايام خرجنا ماشيين وهم كلهم بيودعونا مع الستات والولاد لبر المدينة. فركعنا على ركبنا على الشط وصلينا، ولما ودعنا بعضنا طلعنا للسفينة، واما هم فرجعوا لناسهم. ولما كملنا السفر في البحر من صور جينا لبتولومايس، فسلمنا على الاخوة وقعدنا عندهم يوم واحد. بعدين خرجنا تاني يوم احنا زمايل بولس وجينا القيصرية، فدخلنا بيت فيلوبوس اللي بيبشر عشان كان واحد من السبعة وقعدنا عنده. وكان عند ده 4 بنات عزارة كانوا بيتنبقوا. وفين واحنا قاعدين ايام كتيرة نزل من اليهودية نبي اسمه اغابوس، فجيه لينا وخد حزام وسط بولس وربط ايدين نفسه ورجليه وقال ده بيقول الروح القدس، الراجل اللي حزام الوسط ده بتاعه بالشكل ده هيربطه اليهود في اورشليم ويسلموه لايدين الشعوب التانية. فلما سمعنا ده طلبنا منه احنا واللي من المكان انه ما يطلعش الاورشليم. فجاوب بولس بتعملوا ايه؟ بتعيطوا وتكسروا قلبي؟ ده انا مستعد مش بس اتربط لكن اموت كمان في اورشليم عشان خاطر اسم الرب يسوع. ولما ما اقتنعش سكتنا وقلنا تكون اراده الرب. وبعد الايام دي استعدينا وطلعنا على اورشليم. وجه كمان معانا من قيصرية ناس من التلاميذ رايحين بينا على مناسون، وهو راجل قبرصي تلميذ قديم عشان ننزل عنده. ولما وصلنا لأورشليم استقبلنا الاخوة بفرح. وتاني يوم دخل بولس معانا ليعقوب وجم كل المشايخ. فبعد ما سلم عليهم قعد يكلمهم حاجة ورا حاجة عن كل اللي عمله الله بين الشعوب التانية عن طريق الخدمة بتاعته. فلما سمعوا كانوا بيدوا مجد للرب وقالوا له انت شايف يا اخ في كام 10,000 من اليهود اللي امنوا وهم كلهم عندهم غيرة للشريعة، وسمعوا عنك انك بتعلم كل اليهود اللي بين الشعوب التانية يرجعوا عن موسى بقولك انهم ما يطهروش ولادهم ولا يمشوش حسب العادات. فيبقى ايه بقى؟ لازم على كل حال هيجمع الشعب لانهم هيسمعوا انك جيت، فاعمل اللي نقولهولك ده. عندنا 4 رجالة عليهم نذر، خد دول واتطهر معاهم واصرف عليهم عشان يحلقوا رأسهم، فيعرف الكل ان مفيش حاجة من اللي بلغوا بيها عنك، لكن انت كمان بتمشي بتحافظ على الشريعة. واما من ناحية الامن من الشعوب التانية فبعتنا احنا ليهم وحكمنا انهم ما يحافظوش على حاجة زي كده غير انهم يحافظوا على نفسهم من الذبح للاصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. وقتها خد بولس الرجالة تاني يوم واتطهر معاهم ودخل الهيكل وبلغ بمعاد انتهى ايام التطهير لحد ما يقدم عن كل واحد منهم القربان. ولما قربت الايام السبعة تم شافوا اليهود اللي من اسيا في الهيكل، فهيجوا كل الشعب ورموا عليه الايدين وهم بيصرخوا يا رجالة يا اسرائيليين ساعدوا، ده هو الراجل اللي بيعلم الكل في كل مكان ضد الشعب والشريعة والمكان ده، لدرجة انه دخل يونانيين كمان للهيكل ونجس المكان المقدس ده لانهم كانوا شافوا معاه في المدينة تروفيموس بتاع افسوس، فكانوا فاكرين ان بولس دخلوا الهيكل. فهاجت المدينة كلها وجري الشعب ومسكوا بولس وجروه برا الهيكل، وفي الحال اتقفلت الابواب. وفين وهم بيطلبوا يقتلوه وصل خبر لامير الكتيبة ان اورشليم كلها اتلخبطت. ففي الحال خد عساكر وقوات ميات وجري لهم. فلما شافوا الامير والعسكر بطلوا يضربوا بولس. وقتها قرب الامير ومسكه وامر يتأيد بسلسلتين وراح يستفسر يا ترى يبقى مين وعمل ايه. وكان شوية بيصرخوا بحاجة وشوية بحاجة تانية في الشعب. ولما ما قدرش يعرف الحقيقة بسبب الاضطراب امر يطرح بيه للمعسكر. ولما بقى السلم حصل ان العسكر شالوه بسبب عنف الشعب لان جمهور الشعب كانوا ماشيين وراه يصرخوا خده. ولما قرب بولس يدخل المعسكر قال الامير يجوز لي اقول لك حاجة؟ فقال انت بتعرف يوناني؟ مش انت المصري اللي عمل من فترة اضطراب وخرج للصحراء 4,000 راجل اللي قتله؟ فقال بولس انا راجل يهودي من ترسوس من اهل مدينة مش قليلة من كيلكية، وبطلب منك تسمح لي اكلم الشعب. فلما سمح له وقف بولس على السلم وشاور بايده للشعب، فحصل سكوت عظيم. فنادى باللغة العبرانية وقال اعمال 22 يا رجال يا اخوة ويا ابهات اسمعوا دفاعي دلوقتي عندكم. فلما سمعوا انه بينادلهم باللغة العبرانية ادوا سكوت اكتر، فقال انا راجل يهودي اتولدت في ترسوس كيلكية، ولكن اتربيت في المدينة دي وتأدبت عند رجلين غمالائيل
اني انفذ شريعة الابهات، وكنت غيور لله زي ما انتوا كلكم النهاردة، واضطهدت الطريق ده لحد الموت، احط في قيود واسلم للسجون رجالة وستات زي ما يشهد لي كمان رئيس الكهنة وكل المشيخة، اللي لما خدت كمان منهم رسائل للاخوة لدمشق رحت عشان اجي باللي هناك لأورشليم متأيدين عشان يتعاقبوا. فحصل لي وانا رايح وبقرب لدمشق انه بحوالي نص النهار فجأة ظهر برق حواليا من السماء نور عظيم، فوقعت على الارض وسمعت صوت بيقول لي شاول شاول ليه بتضطهدني؟ فجاوبت مين انت يا سيد؟ فقال لي انا يسوع النصراني اللي انت بتضطهده، واللي كانوا معايا شافوا النور وترعبوا ولكنهم ما سمعوش صوت اللي كلمني. فقلت اعمل ايه يا رب؟ فقال لي الرب قوم وروح لدمشق وهناك يتقلك على كل اللي ترتب لك تعمله. ولما كنت مش شايب بسبب لمعة النور ده مسكني من ايدي اللي كانوا معايا فجيت لدمشق. بعدين حنانيا راجل بيخاف الله على حسب الشريعة ومشهد له من كل اليهود اللي ساكنين جالي ووقف وقال لي يا اخ شاول شوف. ففي الساعة دي بصيت له فقال اله ابهاتنا اختارك عشان تعرف ارادته وتشوف الصالح وتسمع صوت من بقه، لانك هتبقى له شاهد لكل الناس باللي شفته وسمعته. ودلوقتي مستني ليه؟ قوم وتعمد واغسل خطاياك وانت بتنادي باسم الرب. وحصل لي بعد ما رجعت لأورشليم وكنت بصلي في الهيكل ان حصلت لي غيبة، فشفته بيقول لي شهل واخرج بسرعة من أورشليم لانه مش هيقبلوا الشهادة بتاعتك عني. فقلت يا رب هم عارفين اني كنت بحبس واضرب في كل مجمع اللي يأمنوا بيك، ولما اتهدر دم استفانوس الشهيد بتاعك كنت انا واقف وراضي بقتله وبحافظ على هدوم اللي قتلوه. فقال لي روح لاني هبعتك للشعوب التانية بعيد. فسمعوا لحد الكلمة دي بعدين رفعوا اصواتهم وقالوا خد اللي زي ده من الارض لانه ما كانش يجوز انه يعيش. ولما كانوا بيصوتوا ويرموا هدومهم ويرموا عفارة في الجو امر الامير يطرح بيه للمعسكر وهو بيقول يستجوبوه بالضرب عشان يعرف بسبب ايه كانوا بيصرخوا عليه بالشكل ده. فلما فردوه عشان الكرابيك قال بولس لقائد المية اللي واقف هو يجوز ليكو تجلدوا انسان روماني معلهوش حكم؟ فلما سمع قائد المية راح للامير وبلغه وقال له شوف انت ناوي تعمل ايه لان الراجل ده روماني. فجاي الامير وقال له قل لي انت روماني؟ فقال ايوه. فجاوب الامير اما انا فبمبلغ كبير اشتريت الجنسية دي. فقال بولس اما انا فتولدت فيها. وفي الحال بعد عنه اللي كانوا ناويين يستجوبوه، وخاف الامير لما عرف انه روماني وعشان حطه في القيود. وفي اليوم التاني لما كان عايز يعرف الحقيقة ليه بيشتكي اليهود عليه فكوا من الرباط وامر يجاب الرؤساء بتوع الكهنة وكل المجمع بتاعهم، فنزل بولس ووقفوا عندهم. اعمال 23. فبص بولس جامد في المجمع وقال يا رجالة يا اخوة انا بكل ضمير صالح عشت لله لحد اليوم ده. فامر حنانيا رئيس الكهنة اللي واقفين عنده يضربوه على بقه. وقتها قال له بولس هيضربك الله يا حيطة من بيضة، فأنت قاعد تحكم على حسب الشريعة وانت بتأمر بضربي على عكس الشريعة. فقال الواقفين بتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس ما كنتش اعرف يا اخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب رئيس شعبك ما تقولش فيه وحش. ولما عرف بولس ان جزء منهم صدقيين والتانيين فريسيين صرخ في المجمع يا رجالة يا اخوة انا فريسي ابن فريسي على امل قيامة الميتين انا بتحاكم. ولما قال ده حصلت خناقة بين الفريسيين والصدقيين وتقسمت الجماعة، لان الصدقيين بيقولوا ان مفيش قيامة ولا ملاك ولا روح، واما الفريسيين فبيعترفوا بكل ده. فحصل زعيق عظيم وقام كتبت الجزء بتاع الفريسيين وقعدوا يخصموا ويقولوا مش لاقين حاجة وحشة في الانسان ده، ولو كان روح ولا ملاك كلمه فما انحرفش الله. ولما حصلت خناقة كبيرة خاف الامير ليفسخوا بولس، فامر العسكر ينزلوه ويخطفوه من وسطهم وييجوا بيه للمعسكر. وفي الليلة اللي بعدها وقف بيه الرب وقال اتأكد يا بولس لانك زي ما شهدت باللي يخصني في اورشليم بالشكل ده لازم تشهد في روما كمان. ولما طلع النهار عمل شوية من اليهود اتفاق وحرموا نفسهم وقالوا انهم مش هياكلوا ولا يشربوا لحد ما يقتلوا بولس، وكان اللي عملوا التحالف ده اكتر من 40. فطلعوا للرؤساء بتوع الكهنة والشيوخ وقالوا حرمنا نفسنا تماما من اننا ندوق حاجة لحد ما نقتل بولس، ودلوقتي عرفوا انتوا الامير مع المجمع عشان ينزله لكم بكره كانكم ناويين تستجوبوه بدقه اكتر عن القضيه بتاعته، واحنا قبل ما يقرب مستعدين نقتله. ولكن ابن اخت بولس سمع بالفخ
فجه ودخل المعسكر وبلغ بولس. فطلب بولس واحد من قواد الميات يجي وقال روح بالشاب ده للامير لان عنده حاجة يبلغه بيها. فاخده وجابه للامير وقال نده لي الاسير بولس وطلب اجيب الشاب ده ليك وهو عنده حاجة يقولها لك. فاخد الامير بيده وخد جنب بيه لوحدهم واستفهم منه ايه اللي عندك عشان تبلغني بيه. فقال ان اليهود عملوا اتفاق يطلبوا منك تنزل بولس بكرة للمجمع كأنهم ناويين يستفهموا منه بدقة اكتر. فما تنفذ لهمش لان اكتر من 40 راجل منهم مرقدين له حرموا نفسهم لا يأكلوا ولا يشربوا لحد ما يقتلوه، وهم دلوقتي مستعدين مستنيين الوعد منك. فمشى الامير الشاب ووصاه ما تقولش لحد انك عرفتني بده. بعدين ندى 2 من قواد الميات وقال جهزوا 200 عسكري عشان يروحوا القيصرية و70 فارس و200 رماح من الساعة 3 بالليل يعني 9 بالليل، ويقدموا ركوبة عشان يركب بولس ويوصلوا سليم لفيليكس الوالي. وكتب جواب الشكل ده كلوديوس لاسيوس بيبعت سلام هدية للغالي فيليكس الوالي. الراجل ده لما مسكوا اليهود وكانوا ناويين يقتلوه جيت مع العسكر وانقذته لما بلغت انه روماني، وكنت عايز اعرف التهمة اللي عشانها كانوا بيشتكوا عليها، فنزلته للمجمع بتاعهم. فلقيته بيتشكي عليه من ناحية مسائل الشريعة بتاعتهم، ولكن شكوى تستاهل الموت ولا القيود ما كانتش عليه. بعدين لما عرفت بمؤامرة راح تحصل على الراجل من اليهود بعته في الحال ليك، وامرت اللي بيشتكوا كمان يقولوا عندك اللي عليه خليك بعافية. فالعسكر خدوا بولس زي ما اتأمروا وراحوا بيه بالليل لأنتي باتريس. وفي اليوم التاني سابوا الفرسان يروحوا معاه ورجعوا للمعسكر. ودول لما دخلوا قيصرية وزقوا الجواب للوالي جابوا له بولس كمان. فلما قرى الوالي الجواب وسأل من انهي ولاية هو، لقى انه من كليكية. قال هسمعك لما يجي اللي بيشتكوا عليك كمان، وامر يتحرس في قصر هيرودس. اعمال 24. وبعد 5 ايام نزل حناني رئيس الكهنة مع شيوخ ومحامي اسمه تيرتلوس فقدموا عريضة للوالي ضد بولس. فلما اتنده ابتدى تيرتلوس في الشكوى وقال احنا واخدين عن طريقك سلام كتير، والبلد دي استفادت كتير من تدبيرك، واحنا بنقبل ده يا فيليكس يا غالي بكل شكر في كل وقت وكل مكان، ولكن عشان ما اعطلكش اكتر اطلب تسمعنا بالاختصار بالصبر بتاعك. احنا ما لقينا الراجل ده بيبوظ ويهيج اضطراب بين كل اليهود اللي في الدنيا وبيتزعم طايفة النصارى وابتدى ينجس الهيكل كمان، مسكناه وحبينا نحكم عليه على حسب الشريعة بتاعتنا. فجه لسيس الامير بعنف جامد وخده من بين ايدينا وامر اللي بيشتكوا عليه يقولك، ومنه تقدر لما تستجوبه تعرف المواضيع دي كلها اللي بنشتكي بيها عليه. بعدين وافقوا اليهود كمان وقالوا ان المواضيع هي بالشكل ده. فجاوا بولس لما شاور له الوالي انه يتكلم، انا لما عرفت انك من سنين كتير قاضي للبلد دي ادافع عن اللي يخصني بفرح اكتر، وانت تقدر تعرف ان ماليش اكتر من 12 يوم من وقت ما طلعت عشان اسجد في اورشليم، وما لقونيش في الهيكل بناقش حد ولا بعمل تجمهر بالشعب ولا في المجامع ولا في المدينة، وما يقدروش يثبتوا اللي بيشتكوا بيه دلوقتي عليا، ولكن انا بعترف لك بده اني على حسب الطريق اللي بيسموه بدعة بالشكل ده بعبد اله ابهاتي، وانا بامن بكل اللي هو مكتوب في الشريعة والانبياء، وعندي امل في الله في اللي هم برضو بيستنوه انه هتحصل ايام الميتين الصالحين والخطاة. عشان كده انا كمان بدرب نفسي عشان يبقى عندي دايما ضمير من غير وقعات من ناحية الله والناس. وبعد 2 كتيرة جيت اعمل تقديمات لبلدي وقربين، وفضل اني بتطهر في الهيكل مش مع شعب ولا مع جمهرة ناس هم يهوب من اسيا كان مفروض يقولك ويشتكوا لو كان ليهم علي حاجة، ولا يقول دول نفسهم ايه الذنب اللي لقوه فيا وانا واقف قدام المجمع، غير من ناحية الكلام الوحيد ده اللي صرخت بيه وانا واقف بينهم اني عشان خاطر ايامة الميتين بتحاكم منكم النهاردة. فلما سمع ده فيليكس خلاهم يستنوا عشان كان بيعرف بدقة اكتر مواضيع الطريق ده، وقال لما ينزل لسيس الامير اشوف المواضيع بتاعتكو، وامر قائد المية يحرس بولس وتبقى عنده شوية حرية وما يتمناش حد من اصحابه انه يخدمه ولا يجيله. وبعد كام يوم جه فيليكس مع دروس لمراته وهي يهودية، فبعت يجيب بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح. وفين لما كان بيتكلم عن الصلاح والعفة والحكم اللي راح يحصل اترعب فيليكس وجاوب اما دلوقتي فروح ولما يبقى عندي وقت عند اهلك تيجي.
وكان كمان عنده امل يديه بولس دراهم عشان يحرره، وعشان كده كان بيطلب يجيبه اكتر ويتكلم معاه. ولكن لما كملت سنتين قبل فيليكس بوركيوس فوستوس خليفة ليه، ولما كان فيليكس عايز يعمل في اليهود معروف ساب بولس متأيد. اعمال 25. فلما جه فوستوس للولاية طلع بعد 3 ايام من قيصرية الاورشليم، فقدم له رئيس الكهنة وعيان اليهود عريضة ضد بولس واستسمحوه طالبين منه يتكرم عليهم ويجيبوا الاورشليم، وهم عاملين فخ عشان يقتلوه في الطريق. فجاب فوستوس بان بولس بيتحرس في قيصرية وان هو على وشك يرجع لها قريب، وقال يبقى ينزل معايا اللي عندهم سلطة فيكو، ولو كان في الراجل ده حاجة يبقوا يشتكوا عليه. وبعد ما قضى عندهم اكتر من 10 ايام نزل القيصرية، وتاني يوم قعد على كرسي الولاية وامر يجيب بولس. فلما جه وقف حواليه اليهود اللي كانوا نزلوا من اورشليم وقدموا على بولس دعاوي كتيرة وتقيلة ما قدروش يثبتوها، وكان هو بيدافع انا ما غلطتش حاجة لا لشريعة اليهود ولا للهيكل ولا للقيصر. ولكن فوستوس لما كان عايز يعمل في اليهود معروف جاوب بولس وقال تحب تطلع لأورشليم عشان تتحاكم هناك طرفي من ناحية المواضيع دي؟ فقال بولس انا واقف عند كرسي ولاية القيصر مكان ما مفروض اتحاكم، انا ما ظلمتش اليهود في حاجة زي ما انت كمان عارف كويس، لاني لو كنت خاطي ولا عملت حاجة تستاهل الموت فما هربش من الموت، ولكن لو ما كانش في حاجة من اللي بيشتكي بيها علي دول فما حدش يقدر يسلمني ليهم، انا برفع قضيتي القيصر. وقتها اتكلم فوستوس مع اصحاب الرأي فجاوب لقيصر رفعت قضيتك لقيصر تروح. وبعد ما عدت ايام جاء اغريباس الملك وبرنيك القيصرية عشان يسلموا على فوستوس، ولما كانوا قاعدين هناك ايام كثيرة عرض فوستوس على الملك موضوع بولس وقال في راجل سابه فيليكس اسير وقدم لي عريض عنه الرؤساء بتوع الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في اورشليم بيطلبوا حكم عليه، فجاوبتهم انه مش من عادة الرومانيين يسلموا حد للموت قبل ما يكون للي بيشتكوا عليه مواجهة مع اللي بيشتكوا فياخد فرصة عشان يدافع عن الشكوى. فلما جمعوا لي هنا قعدت من غير تأخير في تاني يوم على كرسي الولاية وامرت يجيب الراجل. فلما وقفوا اللي بيشتكوا حواليه مجوش بتهمة واحدة من اللي كنت فاكره، لكن كان ليهم عليه مسائل من ناحية الديانة بتاعتهم وعن واحد اسمه يسوع مات وكان بولس بيقول انه عايش. ولما كنت شاكك في المسألة عن ده قلت يكونش يحب يروح اورشليم ويتحاكم هناك من ناحية المواضيع دي، ولكن لما رفع بولس قضيته عشان تتحفز لاستجواب اغسطس امرت يحرسوه لحد ما بعته القيصر. فقال اغريباس لفوستوس كنت عايز انا كمان اسمع الراجل، فقال بكرة تسمعه. ففي تاني يوم لما جاء اغريباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخلوا لدار السماع مع الامراء ورجالة المدينة الكبار امر فوستوس فجاب بولس. فقال فوستوس يا اغريباس الملك ويا رجالة اللي حاضرين معانا كلكو، انتوا شايفين ده اللي توسلي من ناحيته كل شعب اليهود في اورشليم وهنا وصرخوا انه مش مفروض يعيش بعد كده، واما انا فلما لقيت انه ما عملش حاجة تستاهل الموت وهو رفع قضيته لاغسطس نويت ابعته، وانا ما عنديش حاجة مؤكدة من ناحيته عشان اكتب للرئيس، عشان كده جيب بيه ليكو وخصوصا ليكي اغريباس الملك عشان لما يحصل استجواب يبقى عندي حاجة اكتبها، لاني شايف انها غباوة اني ابعت اسير ولا بينش القضايا اللي عليه. اعمال 26. فقال اغريباس لبولس مسموح لك تتكلم عشان خاطر نفسك. وقتها فرد بولس ايده وقعد يدافع انا بحسب نفسي سعيد يا اغريباس الملك عشان انا راح ادافع النهاردة عندك عن كل اللي بيحاكمني بيه اليهود، خصوصا وانت عارف بكل العادات والمسائل اللي بين اليهود، عشان كده بطلب منك تسمعني بطول البال. فسيرتي من وانا صغير اللي من الاول كانت بين بلدي في اورشليم يعرفها كل اليهود، عارفين عني من الاول لو حبوا يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا المتزمت اكتر عشت في الريسي، ودلوقتي انا واقف بتحاكم على امل الوعد اللي بقى من الله لابهاتنا اللي العشائر ال 12 بتوعنا يتمنوا ياخدوه وهم بيعبدوا بمجهود ليل ونهار، فعشان الامل ده انا بتحاكم اليهود يا اغريباس الملك. ليه بيعتبر عندكم موضوع ما يتصدقش لو قوم الله ميتين؟ فانا شفت في نفسي اني مفروض اعمل حاجات كتيرة ضد اسم يسوع النصراني، وعملت كده كمان في اورشليم، فحبست في سجون ناس كتير من القديسين ومعايا سلطان من عند الرؤساء بتوع الكهنة، ولما كانوا بيتقتلوا كنت بدي صوتي ضدهم،
وفي كل المجامع كنت بعاقبهم مرات كتيرة واضطرهم يجدفوا، ولما زاد غزي عليهم كنت بطردهم للمدن اللي برا. ولما كنت رايح في كده لدمشق بسلطان ووصية من رؤساء بتوع الكهنة، شفت في نص النهار في الطريق يا ملك نور من السماء احسن من لمعان الشمس، عمل برق حواليا وحوالين اللي ماشيين معايا. فلما وقعنا كلنا على الارض سمعت صبي يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول ليه تضطهدني؟ صعب عليك ترفس اللي بينغز. فقلت انا مين انت يا سيد؟ فقال انا يسوع اللي انت بتضطهده، ولكن قوم وقف على رجليك لاني عشان كده ظهرت لك، عشان اختارك خادم وشاهد باللي شفته وباللي هظهر لك بيه، وانا بنقذك من الشعب ومن الشعوب التانية اللي انا هبعتك ليهم عشان تفتح عينيهم، عشان يرجعوا من الظلمة الكتير للنور ومن سلطان الشيطان لله، عشان ياخدوا بالايمان بيا غفران الخطايا ونصيب مع المتقدسين. وعلى كده يا اغريباس الملك ما كنتش بعاند الرؤية لم السماء، لكن بلغت الاول اللي في دمشق وفي اورشليم لحد كل منطقة اليهودية، بعدين الشعوب التانية، انهم يتوبوا ويرجعوا لله، عاملين اعمال تليق بالتوبة. عشان كده مسكني اليهود في الهيكل وحاولوا يقتلوني. فلما خدت مساعدة من الله فضلت لحد النهاردة شاهد للصغير والكبير، وانا ما بقولش حاجة غير اللي اتكلم بيه الانبياء وموسى انه لازم يحصل، ان المسيح يتألم ويبقى هو اول اللي يقوم من بين الميتين بنية انه ينادي بنور للشعب وللشعوب التانية. وفين هو بيدافع بده؟ قال فستوس بصوت عظيم: انت بتخرف يا بولس، الكتب الكتيرة بتخليك مخرف. فقال: مش بخرف يا فستوس يا غالي، لكن بنطق بكلام الصدق والصحيان. عشان من ناحية المواضيع دي الملك عارف اللي بتكلم بيها الملا، لاني ما صدقش ان تخفى عليه حاجة من ده، لان ده ما تعملش في زاوية. تآمن يا اغريباس يا ملك بالانبياء؟ انا عارف انك تآمن. فقال اغريباس لبولس: شوية اعتقناني يبقى مسيحي. فقال بولس: كنت بصلي لله انه بشوية وبكتير مش انت بس، لكن كمان كل اللي بيسمعوني النهاردة يبقوا بالشكل ده زي ما انا فيما عدا الايود دي. فلما قال ده قام الملك والوالي وبرنيكي واللي قاعدين معاهم ومشي، وهما بيكلموا بعض ويقولوا: الانسان ده ما عملش حاجة تستاهل الموت ولا الايود. وقال اغريباس لفستوس: كان ممكن يتساب الانسان ده لو ما كانش رفع قضيته لقيصر. اعمال 27. فلما استقر الرأي اننا نسافر في البحر الايطاليا، سلموا بولس واسرى تانيين لقائد 100 من كتيبة اغسطس اسمه يوليوس. فطلعنا لسفينة ادراماتينية وركبنا البحر ناويين نسافر نعدي على الاماكن اللي في اسيا، وكان معانا ارستارخوس راجل مجدوني من سالونيكي. وفي اليوم التاني وصلنا لصيدا، فعامل يوليوس بولس بالراحة وسمح له يروح لاصحابه عشان ياخد مساعدة منهم. بعدين ركبنا البحر من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لان الريح كانت ضدنا. وبعد ما عدينا البحر اللي جنب كيليكيا وبنفيليا نزلنا لمراليكيا. فلما لقى قائد المية هناك سفينة اسكندرانية مسافرة لإيطاليا دخلنا فيها. ولما كنا بنسافر على مهلنا أيام كتيرة وبالعافية بقينا قرب كنيدس وما قدرناش أكتر بسبب الريح، سافرنا من تحت كريت قرب سلموني. ولما عديناها بالعافية جينا المكان بيتقاله المواني كويسة اللي قريب منها مدينة لسائية. ولما عدى وقت طويل وبقى السفر في البحر خطر عشان كان الصوم كمان عدى، قعد بولس يحذرهم ويقول: يا رجالة انا شايف ان السفر ده راح يبقى بضرر وخسارة كتيرة، مش للحمولة والسفينة بس، لكن لينا احنا كمان. ولكن كان قائد المية بيسمع كلام ربان السفينة وصاحبها اكتر من كلام بولس، ولان المينا ما كانش المكان بتاعها ينفع للمشتى، استقر رأي اكترهم يركبوا البحر من هناك تاني يمكن يقدروا يوصلوا الفينيكس عشان يشتوا فيها، وهي مينا في كريت بتبص على الجنوب الغربي والشمال الغربي. فلما جت نسمة من ريح الجنوب افتكروا انهم نالوا مرادهم، فرفعوا المرسى وقعدوا يعدوا كريت وهم مقربين قوي. ولكن بعد شوية هاجت عليها ريح زوبعة بيتقال لها اوركليدون. فلما خطفت السفينة وما قدرتش توقف قدام الريح سلمنا فبقينا نتشال. فجرينا تحت جزيرة بيتقال لها كلودي وبالعافية قدرنا ناخد المركب. ولما رفعوه قعدوا يعملوا احتياطات يحزموا السفينة، ولما كانوا خايفين يقف شط الرملة اللي بتتحرك نزلوا الشراعات وبالشكل ده كانوا بيتشالوا. ولما كنا في نوع عنيفة قعدوا تاني يوم يفضوا الحمولة، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا عفش السفينة. ولما ما كانتش الشمس ولا النجوم بتظهر أيام كتيرة والنوى شدت علينا مش ليل،
اتشد في الاخر كل امل في نجاتنا. فلما حصل صون كتير وقتها، وقف بولس في وسطهم وقال: كان مفروض يا رجالة تسمعوا كلامي ولا تركبوش البحر من كريت فتسلموا من الضرر ده والخسارة. ودلوقتي ببلغكم تفرحوا، لانه مش هتبقى فيه خسارة لنفس واحدة منكم ما عدا السفينة، لان الليلة دي وقف بي ملاك الاله اللي انا له واللي بعبده، وقال لي: ما تخافش يا بولس، لازم انك تقف قدام قيصر، واهو الله اداك هدية كل اللي مسافرين معاك. عشان كده افرحوا يا رجالة، لاني بآمن بالله ان ده هيحصل لي زي ما تقال لي، ولكن لازم نقع على جزيرة. فلما بات الليلة 14 واحنا متشالين تايهين في بحر ادريا، افتكر النوتية حوالي نص الليل انهم قربوا على شط، فقاسوا عمق المية ولقوا 20 طول يعني حوالي 37 متر، ولما مشوا شوية قاسوا تاني فلقوا 15 طول يعني حوالي 27 متر. ولما كانوا خايفين يقعوا على اماكن صعبة، رموا من اخر السفينة 4 مراسي وكانوا عايزين يطلع النهار. ولما كان النوتية عايزين يهربوا من السفينة ونزلوا المركب للبحر بحجة انهم ناويين يمدوا مراسي من مقدمة السفينة، قال بولس لقائد المية والعسكر: لما فضلوش دول في السفينة فانتم ما تقدروش تنجوا. وقتها قطع العسكر حبال المركب وسابوه يقع. ولما قرب يطلع النهار، كان بولس بيطلب من الكل ياكلوا لقمة، وهو بيقول: ده اليوم 14 وانتم مستنيين لسه صايمين وما خدتوش حاجة، عشان كده بطلب منكم تاكلوا لقمة، لان ده هيبقى مفيد لنجاتكم، لانه مش هتقع شعرة من راس واحد منكم. ولما قال ده خد عيش وشكر الله قدام الكل وكسر وابتدى ياكل، فبقى كل مبسوطين واخدوا هما كمان اكل. وكنا في السفينة كل النفوس 276، ولما شبعوا من الاكل راحوا يخففوا السفينة وهما بيرموا القمح في البحر. ولما طلع النهار ما كانوش يعرفوا الارض، ولكنهم شافوا خليج له شط، فاتفقوا كلهم يزقوا السفينة ليه لو قدروا. فلما شالوا المراسي وسابوها في البحر وفكوا رباط الدفة كمان، رفعوا شراع للريح اللي بتهب وجمع الشط. ولما وقعوا على مكان بين بحرين شطوا بالسفينة، فغرز الجزء الاولاني منها وقعدت ما تتحركش، واما اخرتها فكانت بتتفكك من عنف الامواج. فكان رأي العسكر يقتلوا الاسرى لحسن يوم حد منهم فيهرب، ولكن قائد المئة عشان كان عايز ينقذ بولس منحهم الرأي ده، وامر ان اللي يقدروا يعوموا يرموا نفسهم الاول فيخرجوا للشط، والباقيين شوية منهم على الواح وشوية منهم على حتت من السفينة. فبالشكل ده حصل ان الكل نجوا للشط. اعمال 28. ولما نجوا لقوا ان الجزيرة بتتسمى مالطا، فقدم اهلها البرابر لينا احسان مش عادي، لانهم ولعوا نار واستقبلونا كلنا عشان خاطر المطر اللي صبنا وعشان خاطر البرد. فجمع بولس عصيان كتيرة وحطها على النار، فخرج من الحرارة تعبان وشبط في ايده. فلما شاف البرابرة الوحش متعلق في ايده، قال شوية منهم لبعض: لازم الانسان ده قاتل، ما سابهوش العدل يعيش حتى لو نجي من البحر. فنفض هو الوحش للنار وما تضرش بحاجة وحشة. واما هما فكانوا مستنيين انه راح يتنفخ ولا يقع فجأة ميت. فلما استنوا كتير وشافوا انه ما حصلهوش حاجة مضرة، اتغيروا قالوا: هو اله. وكان حوالين المكان ده مزارع لرئيس الجزيرة اللي اسمه بوبيليوس، فده استقبلنا وضيفنا بلطف 3 ايام. فحصل ان ابو بوبيليوس كان رائد متصاب بحمى وديزونتاريا، فدخله بولس وصلى وحط ايديه عليه فشفاه. فلما حصل ده كان الباقيين اللي عندهم امراض في الجزيرة بيجوا يتشفوا، فاكرمنا دول اكرامات كتيرة، ولما ركبنا البحر زودونا باللي نحتاجه. وبعد 3 اشهر ركبنا سفيرة اسكندرانية مرسوم عليها علامة الجوزاء، كانت قضت الشتاء في الجزيرة. فنزلنا لساراكوسا وقعدنا 3 ايام. بعدين من هناك دورنا ووصلنا ريغيون، وبعد يوم واحد حصلت ريح جنوب، فجينا في اليوم التاني لبوتيولي مكان ما لقينا اخوة، فطلبوا مننا نقعد عندهم 7 ايام. وبالشكل ده جينا روما. ومن هناك لما سمع الاخوة بخبرنا خرجوا عشان يستقبلونا لفرن ابيوس والتلت حوانيت، فلما شافهم بولس شكر الله وتشجع. ولما جينا روما سلم قائد المية الاسرى لرئيس المعسكر، واما بولس فسمح له يقعد لوحده مع العسكري اللي كان بيحرسه. وبعد 3 ايام طلب بولس اللي كانوا عيان اليهود يجوا، فلما جمعوا قال لهم: يا رجالة يا اخوة، مع اني ما عملتش حاجة ضد الشعب ولا عادات الابهات، اتسلمت متأيد من اورشليم لايدين الرومانيين اللي لما حققوا كانوا عايزين يسيبوني عشان ما كانش فيه تهمة واحدة عشان الموت، ولكن لما اعترض اليهود اضطريت ارفع قضيتي لقيصر
مش كأني عندي حاجة أشتكي بيها على بلدي. فعشان كده طلبتكو عشان أشوفكو وأكلمكو، لأني عشان خاطر أمل إسرائيل متأيد بالسلسلة دي. فقالوا له إحنا ما استلمناش كتابات فيك من اليهودية، ولا حد من الإخوة جه فبلغنا ولا اتكلم عنك بحاجة وحشة، ولكننا نستحسن نسمع منك شايف إيه، لأنه معروف عندنا من ناحية المذهب ده إنه بيتقاوم في كل مكان. فحددوا له يوم، فجالوا ناس كتير للبيت، فقعد يشرح لهم ويشهد بمملكة الله ويقنعهم من شريعة موسى والأنبياء بموضوع يسوع من الصبح للمساء. فاقتنع شوية منهم باللي تقال وشوية منهم ما أمنوش. فمشيوا وهم مش متفقين مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة، إنه صح كلم الروح القدس أبهاتنا على لسان أشعياء النبي لما قال: روح للشعب ده وقول، هتسمعوا سمع ومش هتفهموا، وهتبصوا بص ومش هتشوفوا، لأن قلب الشعب ده تخن وودانهم سمعها تقل، وعينيهم غمضوها لحسن يشوفوا بعينيهم ويسمعوا بودانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ويكون في معلومكو إن إنقاذ الله اتبعت للشعوب التانية وهم حيسمعوا. ولما قال ده مشي اليهود، وفي خناقة كلام كبيرة بينهم، وقعد بولس سنتين كاملين في بيت أجره لنفسه، وكان بيستقبل كل اللي يدخلوله وهو بيبشر بمملكة الله ويعلم بموضوع الرب يسوع المسيح على الملا خالص من غير مانع.